ده نشاط طبعا ملموس جدا جدا، وهيبقى بإذن الله حاجة كويسة جدا. ودايما الدكتور أحمد عبد العزيز دايما يعني راجل أنا ما شفتش زيه لغاية دلوقتي على المجتمع الجراحي، يعني بصراحة يعني في كل الصفات الأستاذ الجامعي الجميل اللي هو عايز يفيد الناس. وطبعا المجموعة اختيارها كان كويس جدا، والحقيقة بإذن الله نعمل شغل يعني في المجموعة شغل كويس قوي. وطبعا بشكر طبعا دكتور طاهر ودكتورة زهراء، دول يعني بودينامو او المديتور للساينتفك كونتنت اللي بتتقال كل شهر او كل اسبوعين او كل اسبوع، يعني دي حاجة كويسة جدا. بالتوفيق لنا جميعا، وبإذن الله نسمع محاضرات كويسة جدا، والبداية الموفقة بالدكتور وليد الشاذلي طبعا، وغني عن التعريف، وربنا يوفقنا ويوفقكم الله جميعا. يخليك. طيب طيب احمد عبد العزيز بقى يقول كلمة. انا بس طبعا بشكر الدكتور محمد على دعمه وسبورت ان احنا نكون المجموعه، والمجموعه ليها مجلس اداره وممثل من محافظات كتيره في مصر، وعملنا اجتماعات كتير وقررنا ان احنا يعني اكتر حاجه هتبقى مفيده هي الاونلاين ليكتشرز، واتفقنا ان كل سنه هيبقى ليها ثيم، والثيم بتاع السنة دي هيكون طبعا زي ما نوهته يعني وقلته على الجروبس اللي هي بيزك كولوبروكتولوجي. فهيكون في بديل طبعا بمحاضرة دكتور وليد، وهيبقى في محاضرات على اللور جي اي بليدنج واللارج باول اوبستراكشن والاناستوموزيس، كلها حاجات في البيزك كولوريكتال سيرجي ان شاء الله هتبقى على مدى شهور السنة. واحنا حطينا البروجرام كامل بتاع السنه، ووصل برضو للدكتوره زهره والدكتور طاهر، وبحيث ان نبقى عارفين السنه كلها هتبقى ازاي. السنه هيبقى اكسكلودد منها 4 شهور او 5 شهور، يعني هيبقى فيه 8 محاضرات او 7 محاضرات. في الشهر الجاي اللي هو شهر 2 ده هيبقى فيه ورك شوب على الماينور رينال سيرجي في اسوان، وفي في الصيف هيبقى فيه ورك شوب في كفر الشيخ على الانسان انستوموزيز، وده هيبقى فيديو ورك شوب. وطبعا هيبقى في الشهرين اللي هم فيهم المؤتمر الصيفي والمؤتمر الشتوي بتوع الجمعيه، دول مش هيبقى فيهم محاضرات، وهيبقى في شهر في مؤتمر المجموعه ده هيبقى في ديسمبر ان شاء الله. احنا بادين مع دكتور وليد الشاذلي، وهو غني عن التعريف، هو استاذ جراحه استاذ الجراحه وطبعا استشاري جراحه القولون والشرج في جامعه اسكندريه، وله باع طبعا كبير، وإن شاء الله نسمع محاضرة كويسة وموفقين إن شاء الله. بشكركم جميعا. شكرا يا دكتور أحمد. اتفضل يا دكتور وليد. بنشكر حضرتك طبعا، وإحنا من غير حضراتكم والسبورت بتاع الأساتذة اللي بيدونا من وقتهم ومن علمهم ما كناش بقينا ما عملنا أي حاجة، فشكرا طبعا. اتفضل دكتور وليد. السلام عليكم اخواتي الافاضل. يعني طبعا عايز اشكر اولا في البدايه دكتور فريد ودكتور احمد على المجهود اللي مبذول، يعني ان احنا اعدنا تشكيل المجموعه دي تاني بعد فتره ما كانتش مفعاله، يعني وكان معروف عنها انها مجموعه قويه وبتعمل شغل كتير. واحنا طبعا ناويين ان شاء الله بالتشكيل الجديد ان احنا نعمل شغل برضو ان شاء الله، يعني ان احنا نفيد بعض قدر اقصى استفاده ممكنه ان شاء الله. وأدعو ربنا إن شاء الله النهاردة يكون حاجة مفيدة ليا ولحضراتكم نستفيد، وربنا ييسر نقضي وقت مع بعض الساعة ديت نستفيد سوا إن شاء الله. وطبعا هو إحنا عارف حضرات كلكم في الشغل، فأنا عامل ده الليكتشرز بتاعتنا. هنتكلم النهاردة ده بداية الكلامنا إن إحنا هنتكلم على الماينور إينال كونديشنز، ودي حاجة في تخصص الكولوريكتال زي ما حضراتكم عارفين حاجة فيري كومن، وده شغلنا الأساسي أو موست أوف ذا نمبر أوف ذا كيسز وي فيس إز ذا نورمال أباوت ذا ماينور إينال كونديشنز، سواء إذا كان هيمورويد ولا فيشر ولا فيستولا، دولت الإيه الميجر. هنبدا الاول بالهيموريدال ديزيز، وبعد كده هنتكلم على الفيشر، وفي الاخر هنتكلم على الايه الجميله بقى اللي هي البرين الفيستولا بكلامها الدقيق اللي فيه كلام كتير. انا حبيت احط الموضوع في صيغه مجموعه اسئله مهمه تيجي لحضراتكم او تيجي في بالنا كلنا واحنا بنشتغل علشان نراجع الداتا دي سوا. فاحنا طبعا بدايه الهيمورويد سواء اذا كانت انترنال او اكسترنال او كومبايند انترنال اكسترنال، دي المانيفستيشنز اللي احنا الفورمز اللي احنا بنشوفها للهيمورويدز. هنيجي بقى احنا حطينا الموضوع في الصيغه كده،
احنا قلنا دي مجموعة الأسئلة اللي هنطرحها سوا وهنحاول نجاوبها كلنا مع بعض. أنا هقول لكم الكلام إن إحنا بنتكلم الأول وأنا بتكلم على العيان بتاع الهيمورويدز ده، إيه البوينتس وات إز إمبورتانت أباوت بيشنت هيستوري، وأنا باخد الهيستوري من البيشنت، إيه اللي أنا هتكلم عليه وهركز عليه. بنتكلم في بيزك تيتشنج الإمبورتانت هيمورويدال ديزيز، إيه المهم في الفيزيكال إكزامينيشن تو بي دان، وحاولت اخلي الكلام كله ايفيدنس بيزد براكتس، ان احنا في الايفيدنس بالجايد لاينز بشغل البراكتس اللي موجود عشان نبقى دوكيومنتد الكلام اللي احنا بنمارسه. والهدف دلوقتي في الممارسه دايما ان احنا as much as we can we stick to the evidence and to the base of clinical practice. امتى هطلب من العيان بتاعي complete endoscopic evaluation is required and hemorrhoids. What is a primary first line therapy، هديله ايه بدايه لو هبدا بعلاجه. ايه البيست اوبشن فور ثرومبوز اكسترنال هيمورايد، هنحاول كل سؤال من دول نجاوبهم واحنا شغالين. وات از ذا بيست تريتمنت فور ذا انترنال هيمورايدال ديزيز اند وين ات از انديكيتد. وات از ذا موست امبورتنت بيست اوفيس بيست بروسيدجرز فور ذا بيشنت كير. سيرجيكال هيمورايدكتومي وات از بيست اوبن اور كلوزد. رول اوف بايبولار رينج ديفايسز، البايبولار ديفايسز الجديده ايه. استابلد هيمورايدوبيكسي استابلد ايفيدنس بيست براكتس وين وي كان يوز. اللي بعد كده الدوبلر جايدد، في الدوبلر جايدد هيمورايدال الترا ليجيشن ان ايفيدنس بيزد براكتس هنستخدمه. الليزر واستخداماته في الهيمورايدال ديزيز. دي مجموعه الاسئله اللي هنحاول نجاوبها سوا واحنا شغالين في الايه في كلامنا. نبدا باول سؤال الهيستوري في هيمورايدز. انا بشوف ان الهيستوري في هيمورايدز من اهم الحاجات واحنا بنتكلم مع البيشنت بتاعنا از ريجارد الاكستنت والسيفيريتي والبرولابس. ومن اهم النقط اللي لازم نستريس عليها الايز اوف ايفاكويشن، لان انا بشوف واعتقد حضراتكم بتشوفوا كتير البيشنت اللي بيكومبلين من ديفيكولتي في الايفاكويشن مش جاست هيمورايدال ديزيز. هو بيجي بيشنت كتير، بيجي لنا بيشنت واكيد بيجوا لحضراتكم بيشنت جاي بيقول انا عايز اعمل عمليه هيمورايدز او انا عندي هيمورايدز عايز اعملها، لكن لو قعدت معاه وسمعت منه الهيستوري بتاعته هتلاقي ان مشكلته موستلي هي اوبستراكتد ديفيكيشن او ديفيكولتي ان ايفاكويشن وفي سمثينج برولابسنج فروم هيم. ما بتبقاش الميجر بروبلم بتاعته الهيمورويدال ديزيز، وإف وي بيرفورم هيمورويدال سيرجري فور هيم هي ويل نوت بينيفيت ألوت. ودايما هتلاقي العين ده متضايق مننا وزعلان لو احنا عملنا له حاجه، وهو المين كومبلين بتاعته هي اوبستراكتد ديفيكيشن. فانا بشوف ان من الحاجات المهمه جدا في الاسكينج الهيستوري اوف ذا بيشنت ان احنا نستريس على الايزنس اوف ايفاكويشن والديفيكولتي والتايم وكومبليت ايفاكويشن ولا لا والتايم اللي بيقعدوا في التويليت. دي من الحاجات المهمه عشان نمانج الهيمورويدز بشكل مظبوط. وطبعا لما عين عندنا بيشتكي من ريكتال بليدنج لازم هنحط في بالنا موست اوف ذا انتستاينال ديزيزز مالجنسي، في كولون مالجنسي. حتى لو عندي عين يانج ممكن افكر بقى في السبوراديك او الهيرديتري ريكتال كانسرز لو الباترن اوف بليدنج مختلف عن الكلاسيكال بليدنج اللي العين بيشتكي منه. فدول نقطتين مهمين جدا في الهيستوري بتاع البيشنت بتاع الهيمورويدال ديزيز. نمره واحد الايزيست اوف ايفاكويشن، صعوبه الايفاكويشن وسهولته، ان دي من التريكس اللي بشوفها كتير في البراكتس وفي بعض الزملاء بيعملوا لهم عمليات وهو العيان مش بيحس انه استفاد خالص بالرغم ان هو شايف قدامه هيمورويدز وانا بقول له القصه مش قصه الهيمورويدز. الحاجه الثانيه البليدنج، هل هو ديفينتلي ات از هيمورويدال ديزيز بليدنج اور تو اذر كوزز، هل عندنا انذر فاكتورز في فاكتور ثاني. دول النقطتين اللي ممكن يعملوا لنا انا عايز اعرف انت حد دخل ده الايه. دول النقطتين اللي مهمين في الهيستوري. ولما لحقنا في الجايد لاين في سترونج ريكومنديشن بيزد اون دلوقتي لو انت ماشي واحد ده الهيستوري اللي موجود معانا في الهيستوري. لما نيجي نتكلم بقى على الفيزيكال اكزامينشن مهم جدا، وانا بعمل فيزيكال اكزامينشن انسبكشن للانال ديجيتال اكزامينشن عشان اكسكلود سكندري امويد لو في ريكتال مالجنسي او في سامثينج انسايد بيرفورمينج انوسكوب اكسكلودينج باثولوجي في الريكتم. ولو انا بتكلم على فيرست او سكند ديجري ممكن اشوف الهيمورويدز اللي جوه تبقى ظاهره عندي والعيان بيشتكي من بليدنج بس في الفيرست ديجري. فالفيزيكال اكزامينشن وبيبقى معايا انوسكوب او بروكتوسكوب في الاوفيس والديجيتال اكزامينشن مهم علشان نقدر ناخد داتا مهم. وده في الايفيدنس بيزد جايد لاين سترونجلي ريكومندد بيزد اون مودريت كواليتي ايفيدنس 1 بي وذ سترونجلي ريكومندد تو بي دان. كومبليت اندوسكوبيك ايفالويشن، انا حينا العيان كتير من البيشنت بتاعنا بتوع الهيموريدز حضراتكم عارفين العيان الهيموريدز بيجي بيشتكي من ثلاث حاجات اساسيين بليدنج برولابس ايتشنج، دول الثلاث حاجات الاساسيين اللي هو بيشتكي منهم. فالبليدنج عندنا امبورتنت ممكن ما يبقاش جاست هيموريدال ديزيز، فالباترن اوف بليدنج وشكله ووصفه اشويتد ويز ميوكاس ولا لا. في حاجات ثانيه بقى لو العيان بتاعي فوق ابارت 40 45 ييرز وما عملش اكزامينشن قبل كده لازم يعمل كولونوسكوب. لو البيشنت اقل من 30 سنه بس عنده بوزيتيف سنجل فيرست ديجري لاتيف وسكولوريكتال كانسر او ادينوما اقل من 60 سنه
لا ده لازم يتعمل له كلونوسكوب عشان الاسوشيتد، او دلوقتي احنا بقينا بنشوف كتير المالجنسي في اليونج ايج، الهيرديتري فاكتورز او اليونج او السبوراديك اللي بيحصل في السن الصغير. الحاجه الثانيه برضو 30 سنه وعنده تو فيرست ديجري ريلاتيفز وعنده او ادينوما اقل من 60 سنه وعملش اكزامينيشن في خلال اخر لثلاث خمس سنين قبل ما يشتكي. فالعيان ايفن 30 سنه او 45 سنه ممكن يتعمل له كلونوسكوب او نطلب كولونوسكوب، عيان عنده فيكال اوكالت بلاد بوزيتيف، عيان عنده ايرن ديفيشنسي انيميا ان اكسبلايند مش لاقي لها سبب واضح. دول خمس حاجات لو لقيتهم لازم اطلب العيان بتاعي يتعمل له كولونوسكوب، مش جاست هاجو فور سيرجري. وده مهم جدا في البراكتس عشان نيفر تو ميس كيس اوف كانسر، وفرصه ان العيان جالنا بيشتكي من بليدنج. بليدنج ده ريد فلاج ساين، ممكن يكون الباترن والوصف والشكل ان هو هيموريدال ديزيز، بس الاهم ان انا ادور على انذر كوزز او اسوشيتد مانيفستيشنز او مالجنسي هيدن يبقى موجوده اكوردنج للجايد لاينز اللي موجوده في البراكتس. وده سترونج ريكومنديشن بيزد اون مودرن كواليتي ايفيدنس، وده اللي بتكلمه ان احنا عايزين دايما نخلي البراكتس بتاعنا ستيك تو ذا ايفيدنس وستريك تو ذا جايد لاينز. ده مهم. لما هاجي اتكلم على التريتمنت اوبشنز اللي افيلبل عندي، البرايمري فيرست لاين زي ما حضراتكم عارفين هو طبعا الميديكال تريتمنت اللي احنا بنديه سواء بديفرنت دراجز فلويد كده وكنت هجيبها كده وقتك ده يعني ما جابش معانا الرقم يعني زي اللي ما لسه قايل اللي هو دلوقتي متخلي بتقول لي الولد غريب ما بقول الديفايس مفتوح يا جماعه عشان الصوت، بس لو حد فاتح المايك عنده يقفله عشان الصوت فيه كونفليكت. انا قفلته يا فندم بس هو كل ما بقى هو بيفتحه تاني عشان الزملاء بس. فلويد وفايبر انتيك، يوز اوف فلوبوتروبيك فلوبوتونكس دراجز طبعا سترونجلي ريكومند، من حاجات سترونج ريكومنديشن انالجيكس وانتي انفلاماتوري بدورها، توبيكال تريتمنت او كورتيرويدز دي برضه من سترونج ريكومنديشن، وفي سيستميك ريفيوز كتيره بتتكلم على سيمتوماتيك تريتمنت، ولازم ريكومند البيشنت فايبر انتيك عشان نحسس نحسن الدايت ريهابيت بتاعه. فالفيرست لاين تريتمنت عباره عن فلويد وانتيك فلوبوتروبيك انالجيكس وانتي انفلاماتوري توبيكال تريتمنت ويز ستيرويدز احيانا او انالجيكس احيانا، وده الفيرست لاين. طيب لما اجي اتكلم بقى على عيان جاي لي بثرومبوز اكسترنال هيموريدز، الحته دي مهمه جدا لان احنا الجايد لاينز بتقول ان العيان لو اشتكى من ثرومبوز اكسترنال هيموريد هو مصلي هيصحى ميديكال، بس لو جه لحضرتك في اول 48 ساعه ان فيرست 48 اور والثرومبوز هيمورايز مور ذان 2 سنتيمترز ات از اليجبل ان انا اشيلها له، ده بيحسن الريزلت اسرع وبيخليه يتعافى احسن بدل ما يقعد شهر تعبان. لكن غير كده لا، يعني في اول 8 يعني هو جاي بال ثرومبوز اكسترنال هيمورويد في اول 48 ساعه وفي نفس الوقت حجمها اكبر من 2 سم، ده اللي ممكن تتشال فيه ثرومبوز اكسترنال هيمورويد. لكن اصغر من كده، حجمها اصغر من كده او وقتها اكتر من كده، هيمشي على ميديكال تريتمنت لان هي هتروح بالميديكال تريتمنت موستلي، فالانديكيشن بتاعها هي الحته دي، وده في سترونج ريكومنديشن بيزد اون لو كواليتي ايفيدنس 1 سي، فده ثرومبوز اكسترنال هيمورويد. دي نقطه مهمه بنشوفها في البراكتس كتير. عيان عندي ويز انترنال هيمورويدال ديزيز، الاوفيس بيزد بروسيجرز هي اللي موصوفه وهي البيست ان احنا نستخدمها في فيرست وسكند ديجري هيمورويدال ديزيز، بالديفرنت بارامترز اللي موجوده منها سواء اذا كان باندنج سكليروثيرابي كواجليشنز، وطبعا اهم حاجه اللي هي الهيمورويدال باندنج دي الموست افكتيف، والجايد لاينز بتقول ان الهيمورويدال باندنج هي سترونج ريكومنديشن في فيرست وسكند ديجري هيمورويدال ديزيز، ودي اعلى من الاذر اوبشنز. استخدام السيرجيكال، ده السيرجيكال امتى بقى هقول للعيان بتاعي ان انت ممكن محتاج سيرجيكال انترفنشنز او محتاج وات ايفر انترفنشن غير الاوفيس بيست؟ لو عيان ريفراكتوري تو اوفيس بروسيدجرز، لو انيبل تو توليريت الاوفيس، لارج اكسترنال هيمورويد هيوج كومبليننج منها جريد 3 و4، بقينا نتكلم وعنده سيجنيفيكانت كولابس وعايز مانجمنت لهيز بروبلم، فهنا بنتكلم على جريد 3 اند 4 هيمورويدال ديزيز، يبقى ده الانديكيشنز اللي هدخله فيها فور سيرجيكال ريسكشن وسترونج ريكومنديشن بيزد اون moderate quality evidence 1B. ده الانديكيشنز. لو العيان بتاعي عنده اوفيس بروسيدور ايه البيست بيشنت كير؟ اتكلمنا الرابر باند ريجيشن قلنا من سوبيرور، والرابر باند ريجيشن سوبيرور للايجيشن سكيرو ثيرابي وسوبيرور للانفرا ريد كواجيليشن، الثلاثه اوبشنز اللي موجودين في جريد 1 و2 و3 على الريبيت تريتمنت اوبشن. الريسك اوف كومبليكيشن موجوده في الرابر باند ليجيشن ان كومباريزون وذ اذر موداليتيز، الموست كومن كومبليكيشن اللي ممكن تحصل بوست باند، ممكن يحصل بليدنج مكان البيزل ليجيشن او ممكن يحصل بريدنج او ثرومبوز اكسترنال هيمورويدز او فازوفيجال سيمتومز لو اديتها له في من البين اللي ممكن العيان يسفر اثناء الاوفيس بيت. فرابر باند بروسيدور هي السوبيريور في الجايد لاينز، ممكن انجكشن سكلوثيرابي او انفراريد كواجليشن بس اقل في البراكتس.
رابر باند استخدامها في الجريد 3 بقى عليه كلام بيقول ليس افكتيف، هي احسن مكان لها في استخدامها هي جريد 2، جريد 1 و2 ده افضل مكان لها، لو هنستخدمها في جريد 3 ليس افكتيف. والعيان هيحتاج مالتيبل بروسيدجرز وغالبا هيحتاج مانيفستيشن، هيحتاج انترفنشنز اكتر. في بعض الحالات بقى لو العيان هيقدر يخش ريبيتد بروسيدجرز ممكن نعمل له ريبيتد بروسيدجرز لو هو حابب كده. بس هي افضل مكان لها هي جريد 2 هيمورويدال ديزيز لو هفضل على الرابر باند. دي الرابر باند لايجيشن للانترنال هيمورويدال ديزيز، الاحسن من احسن حته لاستخدامها في الجايد لاينز هي جريد 2. الاسكليروثيرابي ليه حته ان احنا ممكن نستخدمه في بعض الحالات على الايبكس اوف فيموريد 3 ل 5 مللي من سكليروزنت ايجنت سمبل بروسيدجر، بتستخدم اكتر حته بنستخدمها فيها لو بيشنت عنده مشكله في الكواجيليشن، انتي بليتلتس او انتي كواجلانت ثيرابي بيستخدم الماده دي بتساعد، لو اديت انتي كواجلانت ثيرابي بيقلل انا هعمل رو اريا او هعمل ووند او هحط باند والباند ممكن تقع، فاستخدامها بيقلل الفرصه اوف بليدنج لان هي سكليروزنت ايجنت، فبتدي سكسس ريت حوالي 80% في جريد 1 اب تو 3 في الحته بس بتاعت البيشنت اللي هو عنده انتي بليتلس بروبلم او عندي انتي كواجلانت ثيرابي او ماشي على انتي كواجلانت ثيرابي ممكن تفيد معانا الكومباينيشن اوف سكليروزنت. ده الكومبليكيشنز ان كومن بس برضو بتحصل، بس تبقى ساعات سيريس كومبليكيشن ممكن تحصل من الفولتي تكنيك اوف انجكشن، ممكن تعمل فيستولا مع ريكتم باليوريسترا، ممكن تعمل ريكتر بيرفوريشن، ممكن تعمل نيكوتايزنج فاشيتس. فسكليروثيرابي هو سيمبل بروسيدور بس والكومبليكيشن بتاعته قليله، بس لما بتحصل بتكون سيفير، لما بتحصل الكومبليكيشن بتكون سيفير فناخد بالنا منها جدا. ده الانجكشن سكليروثيرابي. بعد كده رول اوف سيرجيكال هيموريديكتومي اوبن اور كلوزد ورول اوف باي بولار انرجي ديفايسز. السيرجيكال هيموريديكتومي اتعملت ريميت اناليسز وراندمايز كنترول ترايلز كتيره على الموضوع ده، على الافكتيف تريتمنت في البيشنت جري 3، لكن مشكلتها البين، وده اللي بيخلي انذر بروسيدور ترجع مشكله السيرجيكال هيموريديكتومي الاسوشيتد بين والهاي ريت اوف كومبليكيشن اسوشيتد. طب نعمل اوبن ولا كلوزد وفي فرق بينهم؟ الكلام قال لا، either open or closed in general no definite advantage of one technique over another، سواء هستخدم surgical سواء هستخدم open or closed مفيش فرق في التكنيكس مختلف. ممكن اعمل ده بالمشرط، ممكن اعمله بالدايسيرمي. مشكله الدايسيرمي طبعا انه بيزود معانا مع الوند بيزود الكولاترال دامج والبيرن افكت اللي بيحصل من يوزنج اوف دايسيرمي، والعين بيسفر من سيفير بيرنينج افكت افتر التكنيك. ودي a long list of complications ممكن تحصل من الهيموريديكتومي، ودي المشكلة التانية effective و still functioning لكن مشكلتها البين البوست اوبراتيف ومشكلتها ال higher rate of complication، وده اللي خلى الناس تبدأ تفكر في another procedure عشان تحاول تتفادى البين وتتفادى ال long list of complications which may occur. using of bipolar energy devices وجدنا ان لها فوائد سواء اذا كان هارمونيك او ليجاشور، بيدي فاستر وبروفايد ليس بوست اوبرتيف بين، وبيدي اقل في البوست اوبرتيف بين وفاستر ريليف والبين بتاعها اقل، لكن مشكلتها طبعا الكوست بتاع الديفايسز اعلى، فده لكن بيدينا اوبشن للبيشنت ان هو بيحسن الايرلي بوست اوبرتيف بين، ممكن بيرجع البين تاني على اليوم الرابع ولا الخامس، بس بيدي في الايرلي بوست اوبرتيف له اقل في البوست اوبرتيف بين وبيحسن الريزلت تو سام اكستنت. هنخش بقى على ستابل هيموريدوبيكسي. فاحنا هنا الرول اوف ستابل هيموريدوبيكسي، ستابل هيموريدوبيكسي من الحاجات الافكتيف اللي ممكن نستخدمها في جريد 2 جريد 3 جريد 3 بدايه من جريد 3 ممكن جريد 4 في بعض الحالات. ده فكره الديفايس اللي بيدخل بي بي اتش تكنيك، بنرجع الميكوزا لورا وبناخد بيرس سترينج فوق حوالي 5 ل 7 سم من الدنتيت لاين وبنكمل البيرس سترينج وبناخد اللي عليها وبندخل الستابل وبنجد ونقفل وناخد اللاين فوق عند الدنتيت لاين. فكرتها ليجيشن اوف ذا فيزل ويز هيمريدوبيكسي اكسجن ميكوزا في حته عاليه، ويحسن بحيث ان انا ابعد عن الاريا اللي فيها اوبرتيف بين او ممكن تسبب بوست اوبرتيف بين. دي الايديا بتاعتها، في ستاديز عليها معموله على عدد كبير من الحالات بتقول انها لها ووز ديمونستريتد نو سيجنيفيكانت مع استابل مع الكونفشنال هيمريدكتومي ان ترم اوف بين وبرايتس وارجنسي higher long term recurrences especially في grade 4. مشكلتها يعني كلامها انها مع الميزه بتاعتها انها لسه بوست اوبرتيف بين، ما شافوش ان في فرق قوي في البين في اللونج تيرم، وفي higher rate of complication لو احنا بالذات لو استخدمناها في grade 4، فجريد 4 معاها نسبه recurrence عاليه لو استخدمنا الهيموريدوبيكسي لوحدها. ومعاها برضو يونيك كومبليكيشنز حصلت نتيجه استخداماتها زي ريكتو فاجينال فيستولا، ستابل لاين بليدنج، الاوفرليت اوف كومبليكيشن سيميلر للاكسجين هيموردجي، فما ادتناش فايده عاليه قوي في بعض الحالات.
ومش مفيده لو العيان عنده اكسترنال هيمورايز ثرومبوز، اكسترنال هيمورايز مش هتنفع. يعني حتى لو هتستخدم الاستابل ريتوبيكسي لازم يكون العيان ده ما عندوش فايبروتيك اكسترنال هيمورايدز، لازم تكون برولابسد وريداندنت وترجع لورا بشكل جيد، ما فيهاش اكسترنال كومبوننت كبير، لانه مش هيستفيد حاجه، هيتن له الجلد ده موجود بره، والا هنضطر نعمل اكسجن ليه، وهنضيع الميزه اللي موجوده ان انا اخش في حته بيلس. ده الاستابل ريتوبيكسي. فكره الدوبلر جايدر هيموريدال ارتري الليجيشن اللي هي دي فكره تمتنج برضو ان احنا نعمل حاجه شبه بيزد على الايديا بتاعت البيكسي، ان انا بربط الهيموريدال ارتري فوق في مكان عالي على مكان السبلاي بتاع الفيزلز، فيفيدني في حاجتين، انه بيقلل البليدنج وممكن استخدمه كمان في تقليل البولابس. ده فيديو صغير كده بيشرح لنا فكره التي اتش دي او الدوبلر جايدد هيمورويدال الترا ليجيشن. ده الهيمورويد المستخدم البيست ورك ليه جريد 2، ممكن طبعا جريد 3 يستخدم فيها، بيبقى جهاز ماونتد على بروب فيه دوبلر وليه نيدل محطوطه على بريسايز بوزيشن، وبتدخل النيدل ديت الاول بنعمل ريدكشن للهيمورويدز باك تو اتس نورمال بوزيشن. احنا عارفين طبعا في ثلاثه بلاد سبلاي اساسيين داخلين، الثلاثه وسبعه و11، وكل واحد منهم بيتقسم لتو برانشز عند الاود نمبر، واحد وثلاثه وخمسه وسبعه وتسعه و11، فبندخل على البرانشات دي ونبدا نعمل لها ليجيشن. ده الايديا، ده فكره الدوبلر اهو، انه بيحدد مكان الجزء. حددنا مكانه، يتربط على مكان الفيزل اللي موجود، الفيزل نفسه يتربط، ونعمل ميوكوبيكسي وراها، نسحب الميكوزا لفوق، فده هيقلل لي البليدنج ان انا هربط الفيزلز، وممكن اعمل ميوكوبلاستي او ارفع الميكوزا معايا فيقلل البرولابس. احنا عندنا دراسه عاملينها هنا في اسكندريه، احنا عملنا ليجيشن انوبيكسي، هي نفس الايديا، اعتمادا على فكره ان الاناتومي بتاع الهيمورويدال فيزل از فيكسد، يعني ما هوش متغير من عيان للتاني، هو مكانه فيكسد، بنتكلم على واحد وثلاثه وخمسه وتسعه وسبعه و11، الاماكن الفيكسد بتاعتها، فاحنا هنستخدم الاماكن دي ونربط من غير الدوبلر. يعني ممكن حتى اعمل ده من غير الدوبلر، بيسموه احنا ليجيشن انوبيكسي، دي موصوفه وبتستخدم في بعض الحالات كايديا، لو انت حضرتك ما عندكش الفيزابيلتي ان يبقى معاك الدوبلر، فممكن تتعمل جاست ليجيشن على الفيكسد اناتوميكال بوزيشنز اللي موجوده للفيزلز، هتفيدني في حاجتين، انها هربط الفيزل وهتضيع البرولابس. الكلام ده بيتكرر على اماكن السته برانشات، السكس تيرمينال برانشز اللي موجودين، هنا بيسمع الصوت، هنا ما فيش صوت، يبقى كده الفيزلز ليجيتد. ميزه الدوبلر ان بيخليني شور من الريزلت، ان الريزلت تبقى شور ان انا ربطت الفيزل فعلا وربطت البلاد سبلاي فعلا. بنكرر الكلام ده بقى على كل بوزيشن، ثلاثه وخمسه وسبعه وتسعه و11، واحنا ماشيين كده لغايه لما نخلص الفيزل. وانا بقول له انا استخدمت الاجيشن انوبيكسي واستخدمنا الدوبلر كتير ونتائجها ممتازه لو استخدمناها صح، بشرط ان الرابطه اللي تتاخد دي تبقى اعلى من الدنتيت لاين اتليست 1 اند هاف سنتيمتر، عشان ما يحصلش سيفير بوست اوبرتيف بين. يعني طبعا لو الرابطه واطيه العيان هيجي له سيفير بوست اوبرتيف بين من الاجيشن اللي موجود. فالدوبلر جايدر هيموريدال ليجيشن او الليجيشن اوليبيكسي من الحاجات كنترول بليدنج في اكتر من 90% من البيشنت، وريكرنس ليت قليل 9% بروبس، 8% بليدنج، 5% في البين. الكلام الريكرنس مع جريد 3 اعلى، طبعا جريد 4 عالي، لكن طبعا احسن مكان لها واستخدامها في جريد 2 وجريد 3. فدوبلر جايدد او ليجيشن اوليبيكسي من الجود اوبشنز اللي ممكن نستخدمها. هيتبقى لنا النيو ايرا اللي هي الرول اوف ليزر في الهيموريدال ديزيز. دي الايديا، الليزر زي ما حضراتكم عارفين لايت امبليفيكيشن، اللايت ده فكرته ان هو هيدخل يعمل ليجيشن جوه الهيمورويدال كاشنز على ليفلز مختلفه، بحيث ان هو يقفل لنا الفيزلز اللي موجوده. دي الايديا، ان احنا بنجيب بروب مخصوص بيخش على الهيمورويدال كاشن على مكانها، وبيطلع حاجه اسمها بالسز جوه الهيمورويدال كاشنز من جوه، الاول على البيديكل وبعد كده على البلاد سبلاي وبعدين جوه الكاشن، بحيث ان اللايتس ده يتحول لهيت والهيت تقفل الهيمورويدال كاشن. الايديا دي كلها جت بدايه من 2011 بعد اكتشاف او بدايه استخدام الدايود ليزر. الليزر اللي كان موجود قبل كده كان تيشو ليزر اوت سايد، لكن الدايود ليزر تيشو، يعني بيتحط جوه التيشو وبيشتغل جوه التيشو، مش زي التاني اللي كان سيرفيس ليزر سواء الكربون دايكسايد او الان دي ليزرز القديم. فالهيمورويدز بترجع لمكانها. في ريبورتس كتيره طالعه دلوقتي على انه من البينيفيشال تكنيكس اللي ممكن نستخدمها في الديفرنس تايبس اوف هيمورويد، وملوش افكت على الميكوزا وملوش افكت على المسلز، وليه فوائد في كذا استخدام، بروفد ان احنا هنستخدمه صح
اوفر ذا تراديشنال سيرجري. الليتريتشرز لقينا فيها شغل كتير معمول، قال لك ان في حاجات كتير على كلينيكال ترايل مشهوره في كولوريكتال ديزيز، قال لك ان هو في هاي شورت تيرم سكسس ريت ريسبكت ستيج ريدكشن سيمتوم امبروفمنت هاير ريت اوف ماينور بوست اوبرتيف كومبليكيشن، وقالت ان في لونج تيرم ريكرنس. ده في الدراسه اللي اتعملت 2019 قال لك استخدمه ويز كوشن، يعني يوز ليزر هيموريدوبلاستي ويز كوشن. في ستادي تانية اتعملت برضه في كلينيكال ترايل مرصوره في ابديت اوف سيرجري 20، ليزر هيموريدو ريزلتنج نيجليجبل بوست اوبرتيف ديسكومفورت وبين مينيمال انفيزيف تكنيك فور تريتمنت اوف هيموريدال ديزيز. انذر مالتي سنتريك ترايل على داتا كبيره قالت ان هو ماينور انت اوبرتيف بوست اوبرتيف بين وسيجنيفيكانت امبروفمنت اوف سيمبتومز وجود تكنيك تو بي يوز. انذر ستادي راندمايزد كنترول ترايل مرصوره في ديسكولون ريكتم قالت higher cost لكن reducing post-operative pain, reducing symptom و-involving patient grade 2 و-3 بيتكلموا على الحتة بتاعت patient of grade 2 and 3 برضو. another clinical trial مشهورة برضو قالت laser hemorrhoidoplasty more effective في comparison with conventional open method. في دراسة كبيرة randomized control client في international journal of colorectal disease اتكلمت برضو على انه minimal invasive technique more effective than mucopexy alone و-less effective than excisional hemorrhoidectomy. another study يعني في lot of studies بدأت تطلع على استخدامات الليزر وفوائده في دراسات منشورة في World Journal of Surgery في systemic review معمولة على multiple trial منشورة من سنتين بتتكلم ليزر تريتمنت هاد اكسبتبل كلينيكال اوت كام في جريد 2 و 3 هيمورويدز ولور ريت اوف بوست اوبرتيف بين وساتسفاكتوري لونج تيرم اوت كام. دي في سيستميك ريفيو لمالتيبل راندمايز كنترول ترايل. في بقى طلع كذا حاجه ودراسات متعدده. النهايه عايز اقول في الهيمورويدز ايه، نو وان سايز فيت فور اول، يعني احنا زي ما حضراتكم شفتوا عندنا اختيارات كتير والعيانين بتوعنا برضو شكوتهم مش واحده، اللي بليدنج اللي برولابس اللي جريد 1 جريد 2 اللي جريد 3، وانا عندي في ايدي تولز كتيره وستيكنج تو ذا جايد لاينز اي كان اتشوز فور ماي بيشنت وات از ذا بيست فور هيم تو امبروف هيز كلينيكال سيمبتومز. ده الايديا في اليوز اوف الليزر في الهيمورويدال مانجمنت. هنيجي نتكلم على انا كده هندخل على اليوز اوف نتكلم على الفشر وبعد كده هندخل نتكلم على هنا لقينا الفشر. هنبدأ نتكلم على لقينا الفشر. الفشر هحط برضو مجموعة أسئلة بسيطة زي ما عملنا نفس البروتوكول اللي احنا اتكلمنا فيه في الهيمورويدز، ان اخترت مجموعة حاجات مهمة موجودة في الجايد لاينز موجودة واتكلمنا عليه. هنتكلم في الفشر على بعض النقط المهمة وهنتكلم في الفيستول على بعض النقط المهمة ونتناقشها، وبعد ما اخلص المحاضرة طبعا اي أسئلة لحضراتكم ممكن نتناقش فيها سوا. الان الفيشر التفريق ما بين اكيوت وكرونيك هيبقى ازاي، هل ان الاكزامينشن اعمله ازاي، هل ممكن اعمل ان الاكزامينشن يعني واحط بروكتوسكوب ولا ما احطش، هو وين تو انفستيجيت اور بيشنت، ايه الفيرست لاين تريتمنت اللي ممكن استخدمه لو عندي بيشنت ان هيلد بات اسيمبتوماتيك، يعني ما حصلوش هيلينج بس ستيل ما فيهوش سيمبتومز امبروفمنت، وعندي وات از ذا بيست سيرجيكال اوبشن، وايه البرسنتج اللي بعد ما اعمل لها هيحصل برضو ان هيلينج افتر سيرجري، يعني ممكن اعمل سيرجري ويبقى عندي عيان ان هيلينج، اه ممكن، نسبتها قد ايه واعمل لهم ايه. دي مجموعه الاسئله. طبعا الفرق بين اكوت وكرونيك مينلي تايم الدونيشن اوف سيمبتومز والشكل، التايم العيان قعده والشكل الكومبلكس بتاعنا الفايبروزيس والسكين تاجز الانترنال والاكسترنال وفيزبل انترنال سفنكتر والسكلروزيس اللي موجود فيه. وده هيحدد كتير الوقت والوقت والشكل اللي حضرتك احنا بنشوفه اثناء الاكزامينشن. الان الاكزامينشن بقى احنا طبعا بشوف بعض الزملاء بيعملوا اكزامينشن ان الاكزامينشن انسايد ذا انس في عيان بينفول، صراحه مش مفروض ان احنا نقلب البيشنت بتاعنا في الاوفيس، فاز ماتش از وي كان بنحاول ان احنا جاست انسبكشن ما نعملش انترنال اكزامينشن جوه العيان ان بين اصلا. لو انا مضطر ان انا اعمل حاجه او قلقان من دايجنوزس مثلا او مش متاكد ان هو فيشر يبقى اكزامينشن اندر انستيزيا لو انا مضطر ان انا اعمل كده. نو اتمبت اديشنال ريكتال اكزامينشن، ودي مهمه جدا، نيفر كونفليكت جيف ا بيشنت بين تو يور بيشنت ان يور كلينيك، دي نقطه مهمه. وات اي شود انفستيجيت فردر، انا ممكن اعمل ايه تاني. اهم حاجه ان انا لقينا الفيشر ان كومون ان الدري، يعني مش كومون ان انا اشوف فيشر في الالدري، فلو لقيت عيان عنده فيشر في الالدري لازم انفستيجيت، يعني بريزنس ممكن يكون له ريكتال او في انال مالجنسي. الحاجه الثانيه لو مكانه مش طبيعي ايديوباثيك برايمري انال فيشر، معين بقول لك ما عنديش مشكله، او لاترال او بوزيشن بتاعه او شكله غريب او مكانه مش نورمال، يعني دول لازم انفستيجيت البيشنت ده لو فيشر في الدري بيشنت، او لو انا داوت في الدايجنوزس ان القصه مين اللي فيشر معاها انذر
باثولوجي. في الحاجتين دول لازم انفستيجيت، اطلب بقى سي تي، اطلب كولونوسكوب، وات ايفر اللي انا شايفه، عشان لو انا شاكك ان التشخيص مش جاست فيشل. ايه البرايمري فيرست لاين مانجمنت؟ في كلام بقى ما بين التوبيكال نيتريتس والكالسيوم شانل بلوكرز، في كلام بقى طالع في الليتريتشر، مين مجموعه قالت التوبيكال نيتريت هي الاعلى ومجموعه قالت الكالسيوم شانل بلوكرز لاين 1 اللي هي استخدام الدراجز ديت، سواء اذا كان نيتريت او كالسيوم شانل بلوكرز دول. هل مشكله النيتريت الهيديك اللي بيحصل لبعض الناس بساعات انتولرابل، لو ده موجود ننقل للكالسيوم شانل بلوكر، دي بيبقى نتائجهم ممتازه. تشويس اوف ذا ايجنت ديبند اون ذا لوكال افيلابيلتي والكوست والكونترا اندكيشن، وانالجيزكس طبعا ممكن نستخدم. لكن البرايمري فيرست لاين سواء اذا كان توبيكال نيتريم او كالسيوم شانل بلوكر دولت المين، ومعاهم انالجيزكس. بيشنت ويز ان هيلد بات سيمتوماتيك، يعني ان هيلد بيشنت المفروض انا بدي البيشنت لازم اراجعه بعد 6 ل 8 ويكس. لو حصل هيلينج اوكي خلاص يبقى العين ده تمام، اقول له جاست فايبر دايت وما انتش محتاج حاجه تاني. اف ذا بيشنت ان هيلد افتر 6 تو 8 ويكس، ممكن اجرب ميديكال تريتمنت فور انذر 6 تو 8 ويكس تاني، احاول معاه ميديكال انذر 6 تو 8 ويكس. يعني 6 تو 8 ويكس هيلد خلاص يبقى ياخد فايبر دايت، قعد 6 ل 8 ويكس واكتر لا، يبقى ده ممكن اقول له كمل حضرتك الايه يعني، خد انذر كورس. بعديها بقى ممكن اريكومند بقى فرزر تيرشري كير، اتكلم على سيرجري لو قعد وقت اكتر من كده، لو 6 ل 8 وبعدين 6 ل 8 تاني. طيب البيست سيرجيكال اوبشن كلوز لاترال سفنكتروميا از ذا بيست، مش البوستيرور ومش الاوبن، ده المفروض ده نتائجه احسن. طبعا في بيرسونال فاريشنز، بس هو طبعا هو الفيشل من الحاجات اللي بتستجيب كويس جدا مع العلاج، بس ذا بيست في الريزلت وفي البوست اوبرتيف بين اقل هو كلوز لاترال سفنكتروميا وات ايفر وي دو. استخدام البوترينم توكسنز، ان احنا ممكن نستخدم توكسنز، ده انا بشوفه من الحاجات اللي ممكن في بعض الحالات لو اولد فيميل كانت ويزستاند وانت خايف حضرتك على السفنكتر، او فيري يونج ميل او فيري يونج بيشنت او فيميل دونت خايفين من الكومبليكيشن عليها وعلى السفنكتر، دول اللي ممكن نحط فيها البوترينم توكسين يوز. بيشنت ويز ان هيلد افتر سيرجري بقى دول نسبتهم كام؟ من 1 ل 5%. لو عندي عيان بعد ما عملت سيرجري في 1 ل 5% منهم ان هيلد، لازم اشوف بقى في سبب، احتاج اندو انر الترا ساوند او انر مانومتري، عشان لو انا عندي ان اديكوت سفنكتروتومي يعني في مشكله في السفنكتروتومي مش كامله، ولازم افكر بقى اللي عنده انذر ديزيز. يعني الحاجه الاولانيه لو انا السفنكتروتومي بتاعتي صح وما عنديش مشكله في السيرجري وما فيش مشكله في الليجن، يبقى بتكلم على ان انا عايز بقى اشوف الاسباب الاخرى، اتش اي في، توبركلوزس، ساركيدوز، او وات ايفر السبب اللي موجود عنده خلى الفيشر نوت هيل. دي الداتا اللي معانا في الانال فيشر. اخر حاجه في الباينور انال سيرجري هنتكلم عليها اخر حاجه واهم حاجه اللي فيها كلام كتير، اللي هي البري انال فيستولا في الايفيدنس بيزد بريست، برضه زي نفس المنهج اللي احنا ماشيين عليه، نحط مجموعه الاسئله ونتكلم عليها. وات از ذا امبورتنت ان بيشنت كلينيكال هيستوري وفيزيكال اكزامينشن؟ الراديولوجي، امتى اطلب راديولوجي لعيان الفيستولا؟ كل حاله اطلب لها ولا لا؟ وايه النوع اللي هطلبه؟ فيستولوجرام ولا ام ار اي ولا الترا ساوند؟ وات تايب اوف انفستيجيشن اي ويل اسك؟ ايه دور الانتيبيوتكس؟ يعني هديله انتيبيوتكس ولو العيان عنده ابسس اعمله ولا ما اعملوش؟ ايه البيست تريتمنت؟ افضل حاجه اللي عيان عنده سيمبل فيستولا انينو، يعني عنده سيمبل فيستولا احسن حاجه اعملها ايه؟ طب اعمل فيستولوتومي ولا فيستليكتومي؟ ده سؤال. لو كونكمتنت فيستليكتومي، لو عيان عنده ابسس هل اعمل معاها فيستليكتومي فيستولا ولا لا؟ يعني انا عنده فيستولا اعمل معاها الابسس ولا ما اعملوش؟ ده سؤال برضو. يعني ايه كومبلكس بين الفيستولا؟ انت عارفين حضراتكم دلوقتي ان فكره هاي ولو ما بقتش هي اللي ماشيه في الليتريتشر او في الشغل، بقى الكلام دلوقتي سيمبل وكومبلكس. كومبلكس فيستولا، وات از ذا بيست تريتمنت اوبشن في الكومبلكس؟ اقدر اعمل ايه بقى للكومبلكس بين الفيستولا دي؟ ايه الحلول المتاحه عندي او ايه البيست اوبشنز الافيلابل؟ في اذر اوبشنز غير الاوبشنز اللي متاحه ديت؟ يعني في حاجات موجوده ممكن نستخدمها وايه هنتكلم عليهم. دي مجموعه الاسئله انا شايفهم حاجات مهمه، واعتقد كده ايه مجموعه الاسئله في الهيستوري وكلينيكال اكزامينشن. طبعا مهم السيمتومز والاكزامينشن، لو العيان عنده سيلولايتس او عنده، عشان استبعد لو في الفرق مهم قوي ان انا استبعد العيان ده في الاكزامينشن كمان، ان هو مش فيستولا او مش هيرادونايتس سابيورتيف، لان في عيان مثلا بيبقى عنده اكستندد انفكشن من الهيرز اراوند الاريا، فهي في الاكزامينشن ده هيبان بوضوح الفرق ما بين الفيستولا العاديه وما بين الهيرادونايتس سابيورتيفا. لو انا شاكك ان هو مثلا سكندري فيستولا، يعني عنده كرونز او العيان عنده كانسر، يبقى لازم اركز في ده في الفيزيكال اكزامينشن بتاعي عشان اتاكد ان ده مش موجود. لو جينا الراديولوجي بقى، الراديولوجي اند وات تايم الراديولوجيكال انفستيجيشن لازم تتعمل سيلكت بيشنت، مش كل عيان اعمل له راديولوجي، لكن العيان اللي انا عايز اعرف الاناتومي بتاعه او شايف ان هو الاناتومي بتاعه صعب فلازم يتعمل
ابسس فيستولا موست كوملي دايجنوز بانج اون كلينيكال فايندنج الون. في الغالب ممكن نستخدم سواء اذا كان ابسس او فيستولا عاديه انا ممكن استخدم الكلينيكال بس، لكن استخدام الفيستولوجرام خلاص ما بقاش اكيوريت تشويس، لان الريزلت بتاعته والاكيوريسي بتاعته حوالي 16%. يعني الفيستولوجرام ده فيستولوجرافي كان نحقن من تحت ونصور الفيستولا، الكلام ده خلاص النتائج بتاعته قليله جدا في الدوكيومنتيشن وفي مكان الفيستولا او شكلها، فما بقاش هو اللي موجود. الاندو ان الالترا ساوند او الام ار اي الاثنين كويسين جدا. الاندو انال في الاكسبرت هاند، مشكله الاندو انال هو اكيوريت بس عايز اكسبرت يقدر يقراه عشان يقول لي الفيستولا واتجاهها ومكانها ورايحه فين والانترنال والتراكس والكلام ده. الام ار اي بس يكون معاه الاندو انال كويل بيدي نتائج اعلى بتوصل ل 90%. فالاندو انال مشكلتك انك محتاج حد سونار كويس بيقدر يقرا اندو انال وعنده بروب بتاع الانال. الحاجه الثانيه الام ار اي بيقدر يقرا كتير وفي زملاء كتير بيشتغلوا عليه. ده الراديولوجي وامتى، وقلنا الحالات اللي انا شاكك فيها او مش عارف الاناتومي بتاعها يبقى لازم هعمل فيها فيستولا، خصوصا لو ريكارنت او فيها مشكله. نيجي بقى الرول اوف انتيبيوتكس. حقيقه في طبعا احنا عارفين ان في مصر عندنا مشكله كبيره في الميس مانجمنت او في سيوز اوف انتيبيوتكس. فانتيبيوتكس بتستخدم مش بكتير، يعني بيشنت ويز اكيوت انريكتال ابسس شود بي تريتد مينلي بانسيشن دريدج، يعني لازم انسيشن دريدج بعرفها. Antibiotics has a limited role في treatment of uncomplicated anorectal abscess. ممكن anti inflammatory wash و local ointment بس مش لازم antibiotics. ف antibiotics is not essential بعد ال evacuation، مش ضروري خالص. Antibiotics may be considered افكر استخدمها لو العيان ده بقى عنده cellulitis، الاريا مفروده، عيان immunocompromised، عيان عنده systemic illness diabetics او يعني عنده مشكله another systemic illness انت حضرتك خايف عليه، فده اللي لازم تديله antibiotics. لكن عيان ابسس عادي مش لازم antibiotics، ممكن يتفتح ودرينج ولوكال انتي انفلاماتوري ولوكال كير ولوكال اوينتمنت وبس، او لوكال افكت مش لازم antibiotics. دي على عكس البراكتس في most of the cases. What is the best treatment for simple fistula in eno? طبعا في هامل في الاخر ان شاء الله لو في اسئله او في حاجه حضراتكم احنا مع بعض يعني. simple fistula in eno طبعا الفيستولوتومي من افضل الحاجات، ممكن تعمل مارسوبلايزيشن للايدجز بتخلي الهيلينج احسن شويه. هاو ماتش ماسل از ديفايدد، المفروض طبعا از ليست از وي كان، يعني لازم نقلل قطع المسلز للتاج. والفيستولوتومي من الحاجات اللي نتائجها كويسه جدا في السمبل فيستولا ايلو، بروفد ان انا مش هاخد جزء كبير من العضله، على الاقل لازم لو انا مضطر اقطع جزء من العضله نحاول يبقى اتليست ماكسيمم 30% من المسل او اقل. وطبعا دي لها حسابات اخرى، الباور اوف ذا ماسل والفيميل والباور اوف ذا سفنكترز والحاجات دي، ونحاول دايما ان احنا ما ناخدش جزء كبير طبعا از ماتش از وي كان. الريسك فاكتورز اللي موجوده بعد الفيستولا طبعا ريكارنت ديزيز الفيميل سكس لو العيان كومبلكس فيستولا، والبيريور فيستولا سيرجري اللي عنده فيستولا سيرجري قبل كده. الحاجه الثانيه العيان بقى لو عندي احنا قلنا هنتكلم فيستولكتومي او فيستلكتومي. الفيستلكتومي دي خلاص اوت اوف يوز، لونجر هيلينج تايمز يعني في وقت تايمز كبير جدا، ولارجر ديفكتس ديفكتس كبيره، وهاير ريسك اوف انكونتيننس، وريكرنس ريت سيميلر لل وين كومبيرد ويز فيستولوتومي، فليه ريكرنس ريتس عاليه. الحاجه الثانيه بيتر تو بيرفورم كونكوميتنت فيستولوتومي، لو انا بفتح ابسس بقى اعمل معاه الفيستولا ولا لا؟ الحاجه الوحيده اللي ممكن نعمل فيها كده اللي هو الابسس اللي تحت الفيستولا يعني تحت فيشر، يعني العين تحت فيشر لو حصل تحتيه ابسس ده بيبقى سيمبل ممكن ساعتها يتعمل، غير كده صعب ان احنا نديتكت الانترنال اوبننج. وفي الحاله دي ما يفضل ان احنا ما نفتحش ما نعملش الفيستولا مع الابسس، جاست ايفاكويت الابسس اند ويت. الحته الوحيده لو حضرتك موجود الفيستولا دي الابسس ده حصل تحت فيشر وسيمبل وقدام حضرتك الفيشر باينه والانترنال اوبننج واضحه، يبقى ساعتها ممكن نعمل فيستوليتومي مع الابسس، غير كده لا ما نعملش الفيستولا، نعمل الابسس بس ونخلي البيشنت فور انذر سيتي. النقطة المهمة تانية، what is the meaning of complex perianal fistula؟ يعني ايه complex perianal fistula؟ complex دي بقى any fistula، يعني اشرح لحضرتك احنا والراديولوجيست بنكون متفقين على الداتا دي، واخدة اكتر من 30 ل 50% من السفنكتر. سوبرا سفنكتريك فيستولا والفيستولا فوق السفنكتر. اكسترا سفنكتريك فيستولا، woman with anterior fistula، fistula with multiple tracts، recurrent fistula، fistula with inflammatory bowel disease، فيستولا على immuno compromise سواء تي بي او اتش اي في، فيستولا سكندري بعد الراديشن، فيستولا مع بيشنت انكونترنس، والريكتو فاجينال فيستولا يعني اذا اعتبرناها من الفيستولاز البريئه. ده منظر اللي هي الفيستولا اللي واخده 30 ل 50%، يعني ده حجم السفنج ترانس سفنجتريك فيستولا، بس الجزء اللي بيتاخد من العضله من اكتر من نص العضله او من 30 او فوق ال 30%. لو احنا قلنا اقل من 30% الموضوع سيف شويه في الكونتنس، لكن اكتر من 30% لا ده كومبلكس وسيريس للبيشنت، وده اللي احنا هنحتاجه.
سوبرا سفنكتريك فيستولا، الفيستولا اللي لفه بقى فوق الاسفنكتر كله، دي كومبلكس طبعا، هيتعمل لها ايه؟ هل سيتون، هل اندوينا، هنتكلم الفيستولا اللي هي سوبرا سفنكتريك فيستولا. اني انتيرور فيستولا في الفيميل، يعني اي فيستولا انتيرور في الفيميل دي تعتبر كومبلكس فيستولا، لان السفنكتر حضراتكم عارفين ان هو ويك في الانتيرور بارت. فيستولا ويز مالتيبل تراكتس، زي تراكتس كتيره، المنظر اللي حضراتكم بتشوفوه احيانا ده المالتيبل تراكتس، تراكتس متعدده ومالتيبل اوبننج، هل هو سبيسيفيك، هل هو فيستولا عاديه. الفيستولا ريكارنت طبعا، بدايه ده مالتيبل فيستولاز ريكارنت، دي حالات بنشوفها ريكارنت فيستولاز بيبقى صعبه. فيستولا على انفلاماتوري باول ديزيز، عنده منظر الداستي سكين وانفليمد، طبعا من الحالات دي ريكومند ان احنا اثناء السيرجري لازم ناخد بايوبسي عشان نشوف هنعمل لها ايه، لان فيستولا على كرونز ديزيز مثلا لها قصه لوحدها. بيشنت اميونو كومبرومايز زي ده، اتش اي في بيشنت ويز هيستوري اوف انال انكونترنس، عنده مشاكل في الكونترنس وحضرتك هتعمل له فيستولا، فايه هعمل ايه؟ دي برضو حاجه كومبلكس. طبعا بقى لو على مالجنسي، لو هور شو فيستولا، كومبلكس فيستولا مع كرونز، دي كلها، ده التعريفات بتاعت الكومبلكس برينال فيستولا. طيب ايه البيست تريتمنت للكومبلكس برينال فيستولا؟ لو انا عايز اشتغل على كومبلكس برينال فيستولا، عندنا تو اوبشنز اساسيين موجودين في الجايد لاينز. اول حاجه قال لك السيتون او ستيج ديفستلتوم، ان انت حضرتك تستخدم السيتون تعديها الفيستولا عليها بعد ما تنظف الفيستولا وتحط السيتون، ده سترينج ريكومنديشن بيزد اون مودريت كواليتي ايفيدنس، او اندو ان الادفانس انت بلاب، وانا بشوفها ده من افضل الاوبشنز لو نقدر نعملها، وده سترونج ريكومنديشن ان احنا نستخدم الكومبلكس برينال فيستولا في الليتونو ايلان. فعندنا تو اوبشنز دول اللي موجودين في الجايد لاينز، اللي واخدين نمره واحد السيتون او الاندو ان الادفانسمنت فلاب في الكومبلكس، في الكومبلكس فيستولا. سيتون والاندو ان الادفانسمنت فلاب زي ما قلنا، ده فكره السيتون، ان احنا بننظف وبنشيل فيستولا وبنعلق، بنحط سيتون على مكان التراك بتاعه عشان ما يحصلش كومبانيشن، ويبقى ستيج دي بروسيدور، يحصل فايبروزس على السفنكتر، فممكن ادخل في سكند سيتنج اشيل السيتون والسفنكتر يكون حصل فيه فايبروزس، فما يحصلش الجابنج والعيان يكون ما يحصلوش الانكونترنس. الاندو ان الادفانسمنت فلاب فكرتها ان احنا بنقفل الانترنال اوبننج ده وبنفتح الجزء اللي بره ده وننظفه، والجزء الخارجي اللي موجود بره، دي فكره الاندو ان، اللي احنا بنحرك الفلاب ونحركها من جوه، ده شكل ده حالات، يعني هنا بنحرك الفلابه وبننزلها وبناخدها في الميكوزا، وممكن ناخد معاها حته من السفنكتر البسيط الانترنال من معاها ونقفل مكان الانترنال اوبننج، دي انذر كيس اوف اندو ان ادفانسمنت فلاب، ونقفل الاوبننج من الماسل ونقفل الديفكت من جوه ونسيبها، ده واخده جزء كبير من السفنكتر، ونقفل الانترنال اوبننج ده، الميكوزا كلها اتحركت وقفلنا مكان الانترنال اوبننج من جوه، دي كيس ثانيه لاندو ان الادفانس. دي كيس ثالثه للموبلايزيشن للفلاب، ده اندو ان الادفانسمنت فلاب. فده الاوبشنز الجيدين، سواء استخدام السيتون او استخدام الاندو ان الادفانس. في عندنا حلول اخرى، يعني في حاجات ثانيه ممكن تتعمل، في حاجات عايزين نقولها ونقول نتائجها. استخدام الفايبرين جلو ده لقيناه في الريتريشن واخد ويك ريكومنديشن، مش من الحاجات القويه، او الانال فيستولا بلاج، ده فكره الانال فيستولا بلاج ماده معينه بتتحط جوه الفيستولا استراكت وتتعمل، ده منظر البلاج اهي على التراك، بتدي بالماتيريال تتحط جوه الفيستولا استراكت ويتقفل عليها انترنالي واكسترنالي، عشان ان هي هتديوس فايبروزس وهتخلي مكان الفيستولا يقفل، دي الايديا اللي الناس اللي اتكلموا في البلاج، ويقفل عليها الميكوزا من جوه ويسيبها رو اريا من بره، ده فكره الفيستولا بلاج. نتائجها كانت سيئه، لان في الاول جابت نتائج في اول وقت حوالي 83%، لكن مع الفولو اب وصلت السكسس ريت ل 14%، which is frustrating to perform a surgery with such a percentage يعني. فطبعا ايه فول تقريبا انتو اوت اوف يوز اليوز اوف فيستولا بلاج. الفايبرين جلو من الحاجات برضو اللي طلعت في فتره، وقال لك هنحقن ماده عشان نقفل السفنكتر ونشوف نتائجها، برضو نفس النتائج، حصل في الاول سكسس ريت حوالي 75%، بدا ينزل with time up to 23%، قلل السكسس ريت كتير جدا فايبرين جلو. استخدام الفيستلكتومي ويز برايمري ريبير، هل ده اوبشن متاح؟ اه متاح، وتعمل عليه شغل، ان انا ممكن اقطع بقى الفيستا لو انا عندي جزء كبير من السفنكتر، اقطع السفنكتر اوريدي واعمل له ريبير في نفس السيتنج ده، دي حاله مثلا فور اكزامبل، يعني واخد حوالي اكتر من 50% من السفنكتر، هيتعمل فيستلكتومي عاديه، بس هيتعمل شغل للريبير للسفنكتر، هيتسلك السفنكتر يمين وشمال ويتصلح، ونعمل ريبير للسفنكتر ان سايتو، يعني يتصلح في نفس السيتنج ده، اوبشن في زملاء اشتغلنا عليه وكان في نتائج، دي مثلا ريكتو فاجينال فيستولا، وده من الحاجات اللي احنا بيبقى فيها الاوبشن ده، احنا نفتح الفيستولا تماما وبعدين نعمل السفنكتروبلاستي بعديها ونقفل السفنكتر تماما كده ونصلح السفنكتر، اللي هي فيستلكتومي اند برايمري ريبير،
اصلح واقفل البرايمري ريباير، ده الفيستريكت مع براي، واصلح في نفس الوقت. برضو نتائجها كان فيها الريكرنس ليت، كان في بعض الناس قالوا ان الريكرنس ليت زيرو، وفي ناس قالوا الريكرنس حوالي 15%. التاثير على الكونتيننس، اعلى حد قال ان في 24% انكونتيننس، وفي حد قال زيرو، ما فيش يعني مشكله على الكونتيننس. فنتائجها من الحاجات المعقوله، بنتكلم على الكونتيننس، بنتكلم على 20% من زيرو ل 15% الافريج، لو ان هنقدر نعملها في البرايمري سيتنج والعيان ما فيهوش سبسيز عالي، فيستولا وبرايمري ريبير. طب فيستولا وسكند ريبير عاده دي ما بنعملهاش بمزاجنا، ده عاده بيكون عيان عمل فيستولا وجاي عنده انكونتنس، يعني هو عنده فيستولا والعيان عنده انكونتنس، فبنضطر نعمل له ريبير، ده معمول له فيستولا وحصل بعد الفيستولا انكونتنس، فبنسلك بقى الاسفنكتر ونعمل الشغل بتاعنا ان احنا نحرك عشان نعمل ريبير للاسفنكتر كده، ونحرك الاسفنكتر ونقفله ونعمل ريبير. لها نتائج اقل من البرايمري ريبير، يعني صراحه في ناس جابوا النتائج السكسس ريت 89%، وفي ناس جابت نتائج اراوند 41%، ده الافريج في النص. السكسس ريت في السكندري ريبير ممكن يكون سببها انفكشن ويكنس، حصل مشاكل، لكن في حاجات، في ناس بتتكلم اراوند 90% سكسس، وفي ناس جابوا نتائج اراوند 40% سكسس في السكندري ريبير، بس ده بيبقى اوبشن اللي هو مش برايمري اوبشن عاده، ده سكندري اوبشن بعد الفيلم. برئنا الفيستولا، وات اباوت ذا ريزلت الليجيشن ليفت؟ في بقى طلع حاجه تانية، الليفت اللي هي الليجيشن اوف انتر سفنكتريك تراك، دي من الحاجات الجيده صراحه اللي طلعت من فتره، بدايتها من اوائل التسعينات كده بدا يطلع النتائج لها، وفي نتائج بتتكلم على سكسس ريت يتراوح من 60 ل 90% سكسس ريت في حالات كتيره، وفي محافظه كامله على السفنكتر وزاوت اني كات في السفنكتر، وما فيش اي مشكله في الكونتنس. ده الفكره بتاعته، ان احنا بندخل ده مكان، بندخل في الانتر سفنكتريك سبيس ما بين الانترنال وما بين الاكسترنال سفنكتر كده، ونسلك لغايه لما نطلع الفيستولا تراك، يعني الفيستولا تراك نفسه يبقى واضح قدامي، واربط الفيستولا تراك ده وافصله، اسمها ليجيشن اوف انتر سفنكتريك، ليجيشن للفيستولا تراك ما بين الانترنال وما بين الاكسترنال سفنكتر. هي عايزه تريننج بسيط بتتعمل ونقدر نشتغل عليها، ان احنا نفصل التراك ما بين الانترنال وما بين الاكسترنال سفنكتر، ويتقفل مكان الوند من بره، والجرح اللي تحت ده يتكحت ويبقى كيورتج ويتنظف ويتكوى عليه وات ايفر. وده الريزلت اللي كانت موجوده، بيتكلموا على سكسس ريت يتراوح ما بين 60 ل 95% سكسس ريت افريج في الحاجات اللي كانت موجوده في الليتريتشر از ريجارد يوزنج ليفت، دي الاوبشنز اللي افيلبل. طيب هل الليزر ليه رول في الفيستولا انينو؟ الليزر بقى ليه ثلاثه تكنولوجيز او ثلاثه ميثودز استخدامها لهم في الفيستولا. ليزر لوحده، ليزر فيستولا كلوجر، ان انت تقفل الفيستولا، ان انت بتدخل الليزر بيم جوه الفيستولا تراك وتكويه، وانا شخصيا بقول لكم ان ده من الحاجات الفيلير نتائجها، انا بشوف نتائجها مش عاليه، والويت والسكسس ريت بتاعها ما بيعديش 40%. لا هنستخدم الليزر لوحده نكوي بيه التراك. انا شايف ان لازم يبقى كومبايند وذ انذر تكنيك عشان يحصل نتائج افضل، اللي هي ديستال ليزر بروكسيمال ليفت، يعني ديستال ليجيشن، يعني ممكن نعمل ليفت مع ليزر، يعني اربط التراك والجزء الخارجي من التراك ده يتعمل له ليزر ابليشن، اللي هو استفيد بالليزر ان انا التراك اللي بره ده يبقى كيورتج بدل ما يتفتح ويتكحت وبس، ممكن اعمل له ليزر اقلل الوند لو حجم التراك مش كبير قوي. ودي ديستال ليزر بروكسيمال ليفت اللي هي سموها دي ال بي ال، يعني ديستال ليزر بروكسيمال ليجيشن، او ديستال ليزر بروكسيمال اندو انال ادفانسمنت فلاب، يبقى احنا ماشيين مع جايد لاينز، تعمل اندو انال ادفانس فلاب من جوه وتعمل ليزر لتراك الجزء الخارجي من بره. دول الحاجات اللي بدات تجيب نتائج في الليتريتشر، وبدا يبقى لها نتائج كويسه، وبدا يبقى لها سكسس ريت معقول. لا دي مثلا ده فكره الليزر العاديه اللي احنا الحلم اللي احنا نخش ننظف وننزل الابسس ونجيب التراك ونكويه، ولا خلاص يبقى الموضوع خلص، ده حلم. بس هل ده اللي هيحصل لكل الحالات؟ لا للاسف، يعني انا بشوف في البراكتس ان السكسس ريت بتاع السمبل فلاك السمبل ليزر ابليشن ده اراوند 40% وما يعدهمش، يعني في ناس ممكن تقول انها جابت نتائج اعلى، انا شفت التريتشرز قايل انهم جايبين نتائج اعلى، بس انا يعني تو ماي اكسبيرينس بقول انه لا، وشايف انه مش كفايه، وان لازم يتعامل معاه اكسترا مانوفر عشان نحسن السكسس ريت او الريكرنس اللي ممكن يحصل معاه ويتكوى التراك والعيان خلاص يبقى ده جود. الريزلت انا بشوفها اراوند 40% لو استخدمناه لوحده، لكن ده فكره الليزر لوحده. طيب في بقى حاجه تانية، ده هوريكم فيديو صغير كده للدي ال بي ال اللي هي الديستال ليجيشن بروكسيمال ليزر. ده هنا الايديا، ده التراك هو فيستولا، هنعمل ليفت نفتح ما بين الانترنال والاكسترنال سفنكتر ونربط التراك، والجزء الليزر اللي بره ده هيتكوى، الجزء الليزر الخارجي ده نكوي، يبقى الجزء الخارجي ده يتكوى وخلاص. فهنا ده بنفتح ما بين التراكس اهوت، اللي هي كومباينيشن اوف تكنيكس، يعني انا بشوف ان احنا
we must tailor the treatment to our patient according to his condition. فهنا ده اللي احنا بنفتح التراك، هنشوف حضرتك التراك وهو بيطلع، التراك بيطلع فيري نايس بنفصله، يبقى احنا كده حلينا مشكله الانترنال اوبننج. حضرتكم عارفين ان اخطر حاجه واخطر مشكله والمين كوز اوف ريكرنس هو الانترنال اوبننج. طبعا التراكس والشغل معاها ده تراك اهو، اما يتفصل ويتقفل تماما ده بيحسن النتائج او بيحسن قوي فكره الريكفري. انا عندي ليفت لوحدها نتائجها اراوند بنتكلم على 70%، بنتكلم ما بين 60 ل 95% سكسس ريت، اراوند 60 70%، فلو ضفنا عليها ليزر النتائج هتبقى اراوند 80 ل 90%، فاكسبتابل ريزلت. بنتكلم على اسفنكتر سيفنج فيستولا سيرجري، ان انت بتعمل حاجه عشان تسيف الاسفنكتر. ده هنا خلاص اتفصل، ده التراك اهو برده هيتفصل وهنفصل التراك وبعدين ندخل الليزر نيك ويبيت التراك التاني. دي الايديا التانيه اللي احنا ممكن نستخدمها. الاذر اوبشنز، احنا شفنا الاندو انال ادفانسمنت فلاب وشفنا ليفت بس، دلوقتي بنشوفه ليفت مع ليزر اللي هي دي ال بي ال ديستال ليزر بروكسمال ليجيشن. هنا التراك ده هيتقص وهيتفصل وهنكوي التراك التاني بالليزر زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. هنا ده بقى جزء التراك، هنا خلاص هنفصل التراك ده اهو، ده التراك ده اتفصل تماما خلاص، يبقى ده خلاص خلص. ممكن بقى تعمل مع ده كمان اندو ايه، لو انت عايز تعمل اندو ايه الادفانسمنت فلاب كانذر تكنيك، ممكن الجزء بقى التراك اللي بره ده يتكوى بالليزر. التراك الليزر اهو بيتحط جواه والتراك اهو هنا ده الليزر اهو جوه بيكوي بقى التراك ويقفل، بيتكحت ويتنضف ويتكحت ويتنضف وبعدين يتحط جواه الليزر ابليشن عشان تبقى حته مجرد بلايند تراك بتنديوس فايبروزس جواه فبيقفل وملوش فيدنج يغذيه. ده منظر التراك وهو بيتقفل، يبقى الفايبروزس ده هيكش وخلاص، مجرد فايبرس تيشو يبقى موجود وانتهينا. ده دي الايديا بتاعت دي ال بي ال او ديستال ليزر بروكسيمال. في ستاديز كتيره اتعملت في الليتريتشر برضو، بروز برين اللي فيه يوزنج ليزر شود بي كونسيدرد ذا تريتمنت اوبشن فور موديست اكسبكتيشن، لازم ناخد بالنا من الاكسبكتيشن، ريزبل اوبشن، نو ريسك اوف سفنكتر دامج، دي الميزه الاساسيه ان مفيش ريسك اوف سفنكتر دامج، ودي طلعت في ديوس كولاند ريكتم 2018. ليجيشن اوف انتر سفنكتريك تراك از افكتيف تريجي فور تريتمنت اوف فيستال انو، وفي كلام برضو ان هو السكسس ريت بتاعه حوالي 87.5%، 87.5% في الكولون دريكتم موجوده. مينيمال انفيزيف انيشيتيف لوست موربيديتي وهايست كيورتيف ريكفري في البري انال فيستولا يوزنج ليزر ابليشن برضه از افكتيف تكنيك. ليزر ابليشن از سفنكتر سيفنج بروسيدير وز اكسبتبل لونج تيرم اوت كام، ده برضه منشوره في زيكولا دريكتم 20 من 3 سنين، طلع البيبر دي. وفي ليزر ابليشن برضه يعني عندنا مالتيبل بيبرز بدات تطلع على استخدامات الفيلاك او استخدام الليزر والافكت بتاعها في مالتيبل ستادز. شكرا لحضراتكم، ويعني ارجو ما اكونش تقلت او ضيعت وقت حضراتكم، وشاكرين. وطبعا اي اسئله اي ام ويلكمينج، يعني اتشرف بحضراتكم دايما وانا معاكم. شكرا جزيلا. شكرا دكتور وليد. طيب اللي عنده سؤال يتفضل ويفتح المايك ويتفضل على طول، أو يكتب في الشات بوكس. إيه، ما فيش حد عنده؟ طب أنا عندي سؤال حضرتك، اتفضلي. الموديفايد ليفت. ممكن سؤال بعد اذنك يا دكتوره زهراء؟ اتفضل اتفضل. بروفيسور دكتور وليد، متشكرين جدا على المحاضره الجميله دي. انت حضرتك بس يعني في سؤال بسيط، حضرتك بتقول ال 50% من السفنكتر، طب انا احدد ال 50% من السفنكتر ازاي بعد اذن حضرتك؟ يعني هاو تو، يعني امتى اقول ان انا طوله يا فندم، اعمل حضرتك انت بتقدر حضرتك ديورنج الاكزامينشن، حضرتك وانت بتفحص العيان بتاع حضرتك وبتشوف الفيستولا، انت بتشوف عند، انت تقدر تحط صبعك وتعلقها على الانو ريكتال ماسل رينج فوق، وبالتالي تقدر تشوف طول السفنكتر قد ايه. يعني انا في بعض الناس حضرتك ممكن لما تيجي تعلق صبعك جوه فوق الانو ريكتال ماسل رينج هتلاقي السفنكتر بتاعه 2 سم. في واحد تاني ممكن حضرتك تعلق تلاقي صبع السفنكتر ده مثلا 4 4 وي كمان احيانا لما تيجي تعلقه، فتقدر لما بتحط صبعك جوه تقدر تحس السكنس بتاع السفنكتر. وانا رقم 50 ده كبير برضه، بقوله 30 ل 50، انا بقول 30 يعني اكتر من كده كمان هيبقى العيان عنده برسنتج اوف انكونتنس عاليه. فتقدر حضرتك بالاكزام بصبعك تقدر تشوف الطول، وعلى اساسه على مكان الانترنال اوبننج تحسب المسافه.
يعني حضرتك افهم من كلام حضرتك ان ده مش مرتبط بالانترنال اوبننج عند الديتينت لاين او لا؟ يعني ممكن لو الاوبننج تبقى عند الديت لاين وساعات تبقى هاي، ما انت مش لازم كل الاوبننج بتبقى عند الديت لاين، ممكن ساعات تلاقيها عاليه. طب بعض الحالات بنلاقي الاوبننج فوق عند الانوريكتال ماستر رينج ساعات، في بعض الحالات كده يعني. انت في بعض الحالات في الكومبلكس فيستولا بنشوف حالات الاوبننج مش عند الدنتيت، الكومون اللي انت تلاقيها عند الدنتيت، كلام حضرتك مظبوط. بس في حالات بنشوفها فيري هاي اوبننج، تلاقي الاوبننج فوق خالص، يعني كل الاسفنكتر لفه واخده وفاتحه فوق عند الانوريكتال ماسل رينج. فهي لو واخده الاسفنكتر، حضرتك بتقيس الاسفنكتر كله على صبعك، تحس على الانوريكتال ماسل رينج طول الاسفنكتر قد ايه، دي واحده. بعد كده بتشوف مكان انت الاوبننج فين، تقدر تحسب البرسنتج بعينك يعني، او بالقياس كده. تمام يا بيه، تمام، شكرا شكرا هو شكرا. الحقيقة زي ما حضرتك قلت، هي في الجايد لاينز مكتوبة 30%، أكتر كومبلكس فيستر أكتر من 30%. بالظبط، دكتور ميت أفندم، السلام عليكم. أنا اتفضلي. بشكرك على المحاضرة ما شاء الله الجميلة، الله يخليك يا فندم، يعني محاضرة واضحة والكلام اللي فيها واضح، تسلم إيدك. يعني عندي الله يخليك يا سؤالين. فندم، السؤال الأولاني، اتفضلي. حضرتك بتقول اللاترال سفنكتروتومي الكلوز أحسن من الأوبن، ما يس، بتخافش منها إن يحصل معاها أبسس؟ يعني إحنا دايماً هي one of لما the risks، one of the risks، بس هي ولو حضرتك حلها بسيط جدا. يعني حكايه ان يحصل هيماتوما ديت فيري رير، وجاست ان حضرتك بعد ما تعملي كلوز هنحط صباعنا ونعمل كومبريشن اب تو 3 مينتس، جاست كومبريشن على تمام. اللاترال على الاريا. اي بليدنج، البليدنج اللي هيجي من الانترنال سفنكتر، حضرتك عارفه ان هو مش فاسكولارايزد قوي، فهتلاقي البليدنج جاي منه قليل جدا. فجاست الكومبريشن عليه بعد الاسفنكتروتومي مباشره، انا بقول لحضرتك لو عملت كده من دقيقتين لثلاث دقائق تقريبا مش هتشوفي ولا حاله هيماتوما ولا هيحصل معاها ابسس. هي الريسك بقى ان احنا ممكن نخرم الميكوزا من جوه، يحصل ماذا مكانها أقصد يا عم فيستولا. أنا؟ يا ولا طلعت وهم يقعدوا يعملوا إيه هناك؟ يا دكتور يرجع وأنت هتجيبها الساعة كام؟ في حد إيه؟ فتح، دكتور محمد فريد أيوه فندم. تمام، دكتور فريد، طب اتفضلي يا فندم. في سؤال تاني، الحالات اللي هي الفيري هاي فيري انال فيستولا ايوه احيانا بتبقى يا مع احمد، الديكتور اناي، بتعمل معاها ايه؟ طب انت هتنزل طيب ما بص ماشي حضرتك، لحظه بس، الفيري هاي دي بقى عايزه تبقى طب انت قيم، هتنزلهم يعني وايه؟ احنا لازم نقيم العيان. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا كذا اوبشن، طيب وهترجع منهم ماما؟ الجايد لاينز قايلنا السيتون وقايلنا الاندو انال. لو اقدر ارجعها اعمل يعني اندو انال ده ذا بيست، تمام؟ لو اقدر اعمل عليها اندو انال الساعه كام واحركها من يعني؟ جوه، فانا تمام. ساعات تكنيكالي بيبقى صعب، يعني ساعات تكنيكالي بيبقى صعب، بس ممكن يعني بعض الحالات احيانا ممكن. ما بنبقاش عارفين نوصل اي للانترنال اوبننج للميكوزا، اساسا. للميكوزا في الحالات الصعبه قوي دي ممكن تحط سيتون، يعني دي حل. الاوبشنز بقى بتاعت، انا صراحه طب ما بدينا انا استخدم الحاجات دي السيتون، كتير. ما هو السيتون لازم اعرف اوصل للانترنال اوبننج بالظبط عشان اعرف بالظبط اعدي كده، منها السيتون. لازم لازم يتوصل للانترنال اوبننج، والا يبقى مش ملوش، مش هيبقى مفيد. ما هي ديفيكولت، هي مش حاجه سهله. الحاجه الثانيه الاستخدام الليفت مع الليزر، ده برضو من الحاجات اللي ممكن تبقى افكتيف، ليفت او يساعد لاجيشن او شوية. يساعد، يعني بيدي اوبشن، اوبشن جيد، انا بشوفه اوبشن ممتاز ان احنا نستخدمه بالحاجات الكويسه. تمام. فدول يعني احنا بنحاول على قد الاناتومي بتاع البيشن، لكن الليفت ده انا تقريبا موست اوف ذا كيسز حضرتك تقدري توصلي للاوبننج، يعني في موست اوف ذا كيسز، تمام لانه اسهل، تمام بلين بلين مفتوح وممكن نطلع فيه زي ما احنا عايزين لغايه الفيستولا، ايفن لو عند الانريكتال ماسرين. تمام تمام انا متشكرة قوي، معلش تعبتك، يا ربنا فندم، لا يديك يا فندم، الصحة، تحت امرك، متشكرة قوي. تحت امرك، ميرسي. مرحبا. دكتور مي، الدكتور فايز فاتح الدكتور محمد فريد، حضرتك كنت فاتح المايك، هل انا فاتح المايك عشان اعلق على حاجات يعني. اتفضل يا اتفضل يا فندم. باشا. ماشي. وليد انت فيري جود بريباريشن للموضوع بصراحه، ربنا يخليك، ربنا يعني يخليك يا فندم، من زاويه حلوه جدا جدا، الايفيدنس بيزد دي طبعا زاويه جميله جدا انك انت فتحتها. هو بس انا ليا تعليق في الهيمورويد، هقوله ان اتفضل. الهيمورويد ديزيز از مالتي ديسيبلينري ديزيز، يعني اللي عايز يشتغل هيمورويد، لان احنا عملنا دراسه قبل كده على الاف حالات، ده انا فاكر من زمان طلع ما فيش حاله فيها هيمورويدال ديزيز والتلاته قد بعض في الديجري. ايوه يعني ازاي؟ واحده فيرست ديجري، واحده فيها دوتر، واحده فيها سكند ديجري، مظبوط وهكذا. مظبوط. لذلك انا يعني يمكن من حوالي سنوات عديده، مش هتكلم بقى يعني ده قبل 2010 من زمان، كنا رحنا يعني سوهاج، قلت نفس الكلام ده اللي هو ده زمان،
انما هي ليه، انا بريكومند ان يبقى اللي بيشتغل المورد اللذيذ يبقى عنده كل حاجه، which is مظبوط. sometimes is very difficult. يعني انا بشتغل بقى جنبي الباندنج، انا عندي الانفراريد وجنبي الباندنج وجنبي ليزر وجنبي الدباسات، طبعا دي بتبقى قصه تانية لان انا غير يعني مش محبذها قوي في الهيمورويد يعني، انما ماشي ما فيش مشكله يعني، ما نقدرش نستوب ان الناس بتستخدمها ليها تحفظات فيها، انما انا بتكلم على الحاجات اللي هي دي لازم تبقى متواجده يعني، ما مش لانك ممكن تعمل واحده منهم باندنج سكند ديجري، ولو فيرست ديجري لو انفراريد لو فرد يعني، هو صحيح ما عادش موجود بس ده كان قديم موجود، ودايود ليزر اذا كان بوسيبل، هي بس هتبقى الاكسبنسز هي اللي هتحدد لك حاجه، لان طبعا احنا عارفين القصه بتمشي ازاي، والبروب بتاع الليزر دايود وصل 19000 وحاجات كده يعني برضو يعني كتيره يعني، انما انا بقول دي مالتي ديسبلينري تريتمنت يبقى الناس فاهمه هذا الكلام يعني اساسي انا ده. تصديقا لكلام حضرتك يا دكتور محمد، انا السلايد دي انا حطيتها، يعني حضرتك لو بتبص اللي موجوده على الشير دي اللي هي نو وان سايز فوت فور اول، هي صح دي صح الايديا. ما هو دي رساله كنت عايز اقولها، ان احنا زي ما حضرتك قلتها كده، ان احنا زي ما سيادتك قلت احنا في بعض الحالات ممكن واحده تتربط، واحده تتشال، واحده يتعمل لها ليزر، بالظبط، واحده يتعمل لها ليجيشن اكوردنج للسيتويشن، لان انا هشوف بالنهايه احسن ريزلت تطلع للعين شكلها ايه. هو ده اللي عملناه زمان وثبت الكلام ده، لانك ده بتقلل الانفيسيف تكنيكس يعني، لما تعمل واحده باندنج وممكن تشيل واحده فيها انترو اكسترنال كبيره تشيلها بالفورمال هيمورويدكتومي بالدايسيرمي او خلافه زي ما انت بتعمل مظبوط. هكذا. التعليق الثاني فيها عشان برضو ما انا مش عايز الوقت يسرح، التعليق الثاني فيها انها الهارمونيك والليجاشور هي مش يعني مشكلتهم، ان اعتقد الدايسكشن فيها عشان تبين الانترنال سفنكتر والفايبر بيبقى لاكينج، لانك انت بتشيل الزائد مش كده برضو ايوه طبعا، انا عايز يعني لان هو مبيبقاش واضح قدامي او قدامه قوي اللي بيشتغل. يعني دي عيبها. ولو انت عملت اي انجري للانترنال سفنكتر او خدته في دايسيرمي او خلافه، مشكلته البوست اوبر الاسبازم والبوست اوبراتيف بين زي طبعا ما يجي في غرزه زي زمان يعني، فهي دي برضو نقطه انا بس ليا تعليق فيها على هذا يعني كلام حضرتك انما طبعا يكفر ايفريثينج يعني، صحيح لا هو يكلمك الثلاثة في بعض الثلاثة ماينور في البيزك في محاضرة واحدة هي هي, هي إيه مش هيبقوا انا ما كافيين ايوه انا يعني، حبيت اخليها في شكل اسئله عشان كده. لا ما هو ده صح اللي اتعمل، وذلك بقول لك it's a very good way to present، ويعني انا اتبسطت منها جدا، انا شفتها كلها طبعا قاعد ساعتها يعني، الحقيقة ما شاء الله يعني كويس، وبشكركم بقى طبعا كل البارتيسيبنت كان عددهم مش قليل طبعا 70 وده نعم، في حوالي 25، فاحنا معديين 100. لا عدينا من زمان يعني، فطبعا دي حاجة كويسة، بنشكر طبعا المجهود اللي عامله طاهر مع الدكتورة زهرة، شكرا يا دكتور محمد، نشوفكم بقى مرة ثانية بإذن الله، ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور محمد أشكر ليك، شكرا يا حبيبي، يا شكرا باشا، انا متشكر لحضرتك جدا. شكرا يا فندم، ماشي يا حبيبي، مع السلامة، لا يخليك، مع أنا السلامه. أضطر أطلع معلش بقى يعني، لا اتفضل حضرتك، انا مع الزملاء، هو تلاقي اي اسئله محتاجينها انا كنت اروح طبعا اقول انت لكم. معاهم، بس هو اظن معتبرين مرتبطين بوقت اعتقد مش كده يا دكتور زهر؟ بالظبط كده. لا يا فندم، احنا مع حضرتك، ما فيش مشكله ان شاء الله. طيب ماشي، اتفضل 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 اتفضل، ممكن السلام. دكتور، اسال سؤال يا باشا. اتفضل يا فندم، اتفضل دكتور طاهر، اتفضل. دكتور وليد، بعد اذن حضرتك، حضرتك قلت انك انت ال دي ال بي ال بتدخل في الانترست انك ترك او تجيب التراك، صح كده؟ مظبوط، لا ايوه طيب مظبوط، حضرتك خلاص، مظبوط يا دكتور. ايوه قول. حضرتك الديست اللي عملت له الليزر خلاص بقى يعني اوت اوف ديسكشن، تمام كده؟ اوكي. الجزء البروكسيمال ده حضرتك عملت ليجيشن و والانترنال اوبننج حضرتك قلت ممكن نتعامل معاها او نسيبها، بالظبط، ولا انا فاهم انا غلط؟ شخصيا بقفلها، يعني برضو باخد عليها ستيتشز، بحاول اقفلها اكتر بحيث ان الحته اللي بين الانترنال سفنكتر والميكوزا دي تبقى برضو مقفوله، ملهاش تمام فيدنج يعني.
تمام. طب احنا لو عملنا لها فيستيروتومي مش ده هيبقى والله كاني اوبشن كده خست ده بص، خست حضرتك كده؟ في بعض الزملاء احنا كان عندنا شغل عليها، ان في ناس بتعمل مثلا، ممكن حضرتك تعمل كانك بتعمل فيشر يعني، هتشيل الحته دي بس اه وتعمل الجزء الثاني ليجيشن بالظبط. بدل الليفت، ده اوبشن، ات از ان بالظبط. اوبشن. وعايز اقول لحضرتك انا في بعض بس الحالات حاجة عملت كده فعلا، ان احنا الحته دي عملناها، لان انا الاكسبنس اللي عندي دفعه هي بس الانترنال اوبن الانترنال سفنكتر اللي هو بيدفع في الفيشر، يعني مش حاجه تو تمام. ماتش، فبتتفتح الحته دي بس، والباقي بيبقى انا سبت له الاكسترنال سفنكتر ما خدش منه ولا ملي، فكده هو بالظبط. سيف هو از ان الاوبشن ده اوبشن. حقيقي نتائجه كويسه، يعني عملنا نتائج كويسه جدا انا معانا. بقول لحضرتك ات از ان برضه اوبشن، ومن بتبقى انت الحاجات مطمن، الكويسه ات از ان اوبشن. اه صح. حضرتك مش سايب بقى انترنال اه اوبننج وتعاملت هو كلاسيك بس ايه، معاها بيزود البوست وكده اوبرت يعني. آه، بس هو بيزود البوست اوبرت بين شويه عشان طبعا القطع في الميكوزا والكلام ده، بس لا يعني اكسبتبل اوبشن، انا موافق يعني، من الحاجات اللي والحاجه انا بتاعت حضرتك استخدمتها فعلا. الظريفه للديمونستريشن. بس اه برضه بيفيد حضرتك مع اللونج تراك بقى، لما يبقى في لونج تراك او الاكسترنال اوبننج بعيده هو قوي قوي برضو عن التراك، بيبقى التراك حلو برضو قوي لازم قوي يبقى اللي انت حجمه بتكتبه. دكتور طاهر، التراك برضو لازم ما يكونش وايد قوي، وما يكونش مليان ابسس كبير، وما يكونش فيه بلايند بوكتس فوق فوق، ولا الليزر مش هيعمل حاجه يعني، لان هتضطر بقى تمام. لو لقيت كده يعني، حتى لو لقيت بوكتس عاليه جوه مليانه انفكشن، او العين عنده ابسس كده، لازم هتوسع الاكسترن اوبننج، حتى لو هتعملها ليه اوبن للجزء اللي بره ده، يبقى خلاص انت كده ما فيش رول للليزر، يبقى انت استخدمت ليفت مع اوبننج بس، لان لا المستا لو العيان تراك صغير او تراك طويل حتى بس رفيع ما فيهوش بوكتس عاليه جوه رفيع. ده. بالظبط بالظبط. شكرا يا فندم ليك، شكرا يا دكتور وليد. تؤمر يا اتفضل فندم، يا زهر. تؤمر. ربنا إيه يخليك. الشات بوكس، في حد الدكتور كايز كان فاتح المايك، اتفضل يا فندم. السلام عليكم دكتور. سلام شكرا ورحمة دكتور الله، وليد، ومحاضرة رائعة، وألف ألف شكر للدكتور أحمد يا والدكتور ربنا محمد يخليك. وليد للمجموعة كلها، وعلى الفرصة الجميلة اللي هتدوها لنا عشان نتابع معاكم، ومتشكرين جدا. هو كان ليا تعليق دكتور وليد وسؤال. اولا اتفضل يا احنا فندم. انا خريج اسكندريه، وكان عندنا الدكتور عبد المجيد طارق في الثمانينيات كان عامل اللي هي العمليه اللي هي سوتشر ليجيشن. اه سوتشر بي، سوتشر ليجيشن. اه يس. فكان وكانت فيري جود وفيري نايس افكتيف، فيعني واعتقد ان هي اللي هو حاليا الوقت الجايد الدوبلر ما اضافش لها حاجه، ولا ايه رأي سيادتك؟ هي بص حضرتك، هي اتفضل. مش هي اللي كان بيعمله دكتور فرج من الحاجات اللي كانت كويسه، بس هي كانت ما بتشتغلش على الفيكسيشن، يعني هي بتشتغل على مثلا لو هو انترنال بليدنج بس جريد 1 و2. الميزه اللي مديها لنا الليجيشن انوبيكسي ان احنا ممكن نضيفها في جريد 3 كمان، لان انا ممكن افكس الاسفنكتر، يلا يا بيدو يعني ما تلبس. الغرزه اللي باخدها دي باخدها عاليه على 1.5 سم او اكتر من فوق، واقدر اثبتها في الانترنال اسفنكتر، فاقدر زي ما حضرتك شفت مثلا في الفيديو اللي كان موجود بتاع تي اتش دي ده، ان احنا بنرجع الميكوزا جوه، دي ما كانتش موجوده مع عمليه دكتور فرج، لا فدي هي فيها الاضافه دي انما الانوبيكس كان ده. بيحصل، نوع من الاتو فيه، وبتشرينك وبتطلع حتى لو هي سيرد ديجري. It is an option، يعني هي موجوده في الليتريتشر، يعني هي ما خدتش صيت كبير، بس يعني كانت من الحاجات الكويسه، هي خدت انت شبيهه بفكره اللاجيشن انوبيكسي، وشبيهه بفكره الدوبلر، يعني هي الايدياز قريبه من بعض، بس يعني تكنيكس مختلفه سنه، يعني انا بشوف ان هي اللاجيشن انوبيكسي او دوبلر فيها ميزه التثبيت في الاسفنكتر، فبتحسن فكره البرولابس اكتر شويه، بس ده رايي يعني. سيادتك، في الفيستلكتومي انت قلت ان احنا بنعمل فقط يعني اللي ذكرته بيوبسي في حالات الكرونز، هل في حالات Yes. تانية لابد نعمل فيها لو بيوبسي؟ suspicious of malignancy وكرونز، دول اكتر حاجتين يعني، لو حضرتك بقى شاكك انها برايمري فيستولا يعني لها سبب يعني، لو اي لحظه حضرتك شكيت انها سكندري خد بيوبسي. طيب سيادتك، الباثوفيسيولوجي بتاعها او الفيسيولوجي بتاع البايلز، وهي ان هي بولابس كاشن اوف ميكوزا، تمام؟ فهي بتحافظ على جزء كبير، جزء من حوالي 15% من ريستنج انكونتنس. الكونتيننس انا اه لما اجي مظبوط. اشيلها لابد ان انا اشيلها من البيز، ولا اسيب شويه علشان احافظ على النورمال كونتيننس اللي كان ربنا هو حضرتك هو ده الكلام اللي احنا، فكره الجراحات الجديده اللي هي فكره الاستابل هيموريدو بيكسي، فكره الليزر هيموريدو بيكسي، فكره اللايجيشن انو بيكسي، ان احنا عايزين نحافظ عليها مش نشيلها، يعني هو الفكره عشان ايوه اللي سيادتك بتقوله ده، ان احنا عندنا عشان جزء منها لها 15% مسؤوله على الكونتيننس، فانا مش عايز ادمرها، في الكونتيننس. يس 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 انا عايز اريليف البيشنت سيمتومز من غير ما اثر عليه فاكتورز تانية، فدي الفكره. ايوه انت حضرتك بتشيل بقى لو انت مضطر، يعني ده الحاجه اللي هي
حتى فكره الاكسجن دي، يعني ما بقيناش مثلا لو انا هعمل اكسجن لواحد لهيمورويدز انا ممكن اشيل واحده بس اللي هي السيفير قوي او الكبيره، الباقي اعمل له كاني او استخدم ستابلر زي ما الدكتور فريد بيتكلم بيقول لحضرتك احنا ايه بين تايلور تريت. انا مش شايف ان الحالات اللي هي الكومبلكس دي عايزه حاجه واحده، يعني ممكن في واحده مثلا عايزه اكسجن، واحده عايزه بي بي اتش، واحده عايزه بي بي اتش مع ليزر، واحده عايزه ليزر مع مثلا ليجيشن الوبيكسي مع باندنج، على حسب اللي سيادتك بتشوفه في الحاله تاخد قرارك لها. تمام. وهو ده ممكن يحافظ فعلا على الكونتيننس افتر بالظبط اوبريشن. كده، بالظبط متشكر، كده فندم، الف شكر. شكرا. شكرا لسيادتك. مرتبط الدكتور احمد حسن بيقول فلاتس انكونتيننس اند ماينور سويلنج افتر هيمورويدكتومي اند انترنال سفنكتروتومي كوزز اند مانجمنت. استاذني كده السفنكتر انجري، يعني اول السفنكتر انجري افتر الفيستولا هو مش بيتكلم عن السفنكتر الفيستولا، هو بيتكلم بيتكلم على الفيشر رير، على يعني رير. هو اولا هو رير جدا، نسبته حوالي 1% وعاده هيمشي ميديكال. الحاجه الوحيده اللي ممكن تتعمل بقى لو العيان ما تحسنش على الميديكال والكنترول والباول هابتس والكلام ده، ممكن بيتعمل حاجه اسمها سوليستا انزكشن، في ماده كده اللي هي البايو فورماتيف، ماده معينه كده بتتحقن تحاول نريبليس الفيلنج ديفكت اللي حصل مكان السفنكتر. في بعض الحالات ممكن السفنكتر يحصل سفنكتر ديفكت كده مكانه، فالسفنكتر ديفكت في ماده اسمها سوليستا موجوده في بعض الشركات بس هو حاليا مش موجود، كانت موجوده قبل الازمه اللي احنا فيها دي، كان بيتحقن ماده بتتحقن جوه في مكان السفنكتر فتقفل الديفكت اللي موجود دي. فده الحل اللي هو في الحالات اللي هي مش هتستجيب للميديكال مع الكنترول الباول هابتس مع حاجات للانفلاميشن، يعني موستلي بيتحسنوا لو ريزيستنت قوي، هو ده حلها. تمام يا فندم. الدكتورة نورهان after how many days post lateral sphincterotomy for fissure with no healing to consider another disease؟ 6 ل 8 ويكس، يعني بعد ده بعد الفيشر، يعني المفروض بعد بندي العيان يعني بعد السيرجري، يعني قصدها الدكتوره؟ الجراحة. لا بعد الجراحه المفروض يعني الهيلينج تايم بنتكلم اراوند 3 ويكس اب تو 1 مانث. لو بعد 1 مانث ما فيش هيلينج، لا لازم نكونسيدر ان في سمثينج، ان في لا في حاجه، لان عاده العيان الفيشر بيحصل immediate symptomatic improvement، الهيلينج complete within 3 to 4 ويكس maximum. تمام يا فندم. الدكتور محمد السعيد please can you tell us about your experience in use of FOF flaps for anal fissure. الفلابات مش عشان الفيشر ما بستخدمهاش كتير صراحه، قليل جدا، يعني انا ريرلي اللي بستخدم الفلابات دي، قليل في الاستينوزس اكتر، لكن في الفيشر يعني قليل جدا، يمكن عملتها يمكن مره او حاجه، لان موستلي العيان بيصحى كويس، الريزيستنت فيشر دي قليله جدا عشان اشوفها، لكن انا مثلا الفلابات استخدمناها كتير في حالات الاستينوزس، لكن في الفيشر قليل صراحه، يعني ما اشتغلتها، ما اضطرتش احتاج لها كتير، لكن بنستخدم الفلابات كتير في حالات بقى لو بوست هوبر ديكتوم ستينوزس، سواء اذا كانت انترنال او اكسترنال فلاب من جوه من الميكوزا اندو انال ادفانسمنت يعني، او ميكوزا من بره فلابات لان البوست هوبر ديكتوم ستينوزس موجوده كتير للاسف يعني. تمام كتير فعلا. السيركلر هيمورويدوبيكسي از نوت افكتيف ان بارشال ريكتال بروليبس. لا افكتيف طبعا، لو عايز عين سيلكتد بارشال ريكتال بروليبس ده هي ده مكانها، ده هو ده احسن حاجه بتجيب فيها نتيجه. ما هو وبعدين في شركة جديدة منزلين دباسة نوعها كده بتقدر تشيل كمية برولابس كبيرة قوي، يعني مش جاست احنا عندنا مشكلة في الكابس اللي موجودة انها 34 وفي حاجات 36، في شركة دلوقتي او في حاجة جديدة منزلينها تقدر اسحب ميكوزا لأي كمية انا محتاجها. دي بتاع تاتش ستون ولا حاجة تانية؟ ايوه بتاع التاتش ستون، منزلين الدباسة الجديدة دي بتقدر طبيعي. تسحب كمية ميكوزا كبيرة، يعني تقدر اسحب بيها وات ايفر كمية الميكوزا اللي انا عايز اسحبها اقدر اسحبها. فيري افكتيف في الريكتال برولابس بصراحه، والدباسه الجديده ديت انا شايفها مور افكتيف عن الدباسات القديمه الستايل بتاعها. بس دكتور وليد هتبقى في الميكوزا البولابس نوت ان كومبليت بولابس. ايوه لا الميكوزا طبعا، لا الكومبليت برولابس ده ميكوزا قصه بس. تانيه خالص، هو ده ده حقيقي. الكومبليت برولابس ده موضوع تاني بقى، لاباروسكوبيك وانال وديلور محدوته تانيه يعني، لا دي قصه تانيه. يعني خالص. دي بس الميكوزا. لا لا تمام. طيب، او حضرتك تقصد اللي هي لونها بيج كده صح ولا في حاجة تانية؟ اصل ايوه اللي هي فينستريتد وبندخل الميكوزا جواها 36 ونسحب بيها. ايوه ست، انا مش عارفة حضرتك بتتكلم هي عن، بتاع بس التاتش ستون، تمام يا فندم. تقوم تساليهم عليها. لا انا عارفاها يا فندم. تمام. دكتور خالد فيستولا in case of ulcerative colitis
came with perianal abscess twice after drainage with 2 months external opening disappeared and recur after 1 year. طب ما دكتور خالد افتح المايك ويعني واحكي، على ان انا الحقيقة تهت من الكلام. دكتور خالد. ايوه السلام عليكم. سلام. الو. اهلا وسهلا دكتور. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بسيادتك على المحاضره الرائعه دي يا فندم. والله يا فندم ربنا يخليك، تسلم ايدك، تشرفت بيك وفندم. الله تسلم ايدك يا باشا، تسلم ايدك. الله يخليك، الله يخليك. بص، هي الحاله ديت ميل بيشنت عنده 38 سنه، هو ابن عمي، ونون كيسف السيراتو ايوه كولايتس، بقاله سنين بيتعالج على استرويدز وماشي. فجالي من حوالي سنتين ويز هيوج برئين الابسس. انا فتحته له، فتحته له يعني ايه، ودرينج وزي الفل. وبعد كده شهرين قفلت خالص، رجع لي تاني بعد سنه بالظبط بنفس المكان ابسس. ففتحته وحطيت صباعي، لقيت فيه هيوج انترنال اوبننج محترمه كبيره. فانا ساعتها كنت عايز اعمل فيستولا، بس قلت لا، قلت ما اقدرش اعمل فيستولا في الابسس ده، كانت مليانه بص بيور بص. ايوه لا عملت طبعا له كويس انك ما عملتش كده. كويس جدا عملت طبعا. له درينج، جود درينج، وسبتها. هو دلوقتي هيلد دلوقتي، بس انا مش بقالي يجي شهرين. كويس. فا واتس ذا نيكست ايوه ستيب؟ ام ار اي، ام ار اي او اندو اينال، نشوف الفيستولا ستراكت والانتال اوبننج دي موجوده ولا لا، ولو موجوده هيتعمل له الكتيف تمام. سيرجري، بس نحاول نكنترول اسف كولايتس از ماتش از وي كان قبل ما نشتغل، يعني نعمله كنترول ماشي كويس، يعني يبقى اوكي. كنترولد، يعني لو بقى كنترول حضرتك بقى بس وات ايفر التكنيك اللي هتستخدمه بس يتصلح، لان هتبقى فيستولا، دي فيستولا هتتعمل. يعني هو انا شفت في اخر سكند تايم الانترنال الاوبننج فيري وايد، وكلها ميوكوزا اصلا، كأن ايوه الميوكوزا كريبنج داخله في التراك. و لا خلاص، يبقى في فيستولا اكيد، فعايزه طيب مش ريبير. مشكله. بس حضرتك اول نعمل ام ار اي قبليها، ونحاول نكنترول الالسيف كولايتس انفلاميشن على قد ما نقدر، يبقى العين كنترولد كويس كالسيف كولايتس مانيفستيشن يعني، والميكوزا يعني هيلسي، عشان حضرتك لما تصلح ما تلحق، ولا مش هتلم برضه. طيب والبلان قبل فيستولوتومي ولا فيستريكتومي ولا ايه رايك وحسب حضرتك؟ بقى هي مكانها فين، مكانها قد ايه، على بعد قد ايه، يعني حسب الام ار على اي بقى. فتحتها، وحسب الام ار اي هيقول الداتا ايه. يعني اي بريفير ان عندنا نتعمل له حاجه كونزرفتيف على قد ما نقدر، مش اكسيجنز جامده يعني، عشان الانفلاميشن ده هتتعبه كتير، يعني لو مثلا تمام. ليفت كده يعني حاجه بعيده عن الميكوزا شويه، عشان الميكوزا بتاعته هتبقى ان هيلثي. طيب هو انا طلبت له فعلا ام ار اي من شهر، بس هو لسه ما عملوش تقريبا، او ما جابليش سيره انه عمله. لما فممكن لما يعملوا يتواصل سيرتك مع يشوفوا نتواصل مع حضرتك ربنا ممكن. يسهل قوي يا فندم تحت امرك. طيب كنت هم قاعدين بقى ظهرت الدنيا بقى ان شاء الله. ان ماشي شاء يا الله. فندم، بس اوكي يا فندم، تمينك شكرا. متشكرين شكرا متشكرين. دكتور علا، متشكر اتفضل. جدا. دكتور علا اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لحضرتك سلام دكتور وليد على عليكم. المحاضرة، وشكرا دكتورة زهرة ودكتور طارق التنظيم. الله يخليك. سؤالين ليا حضرتك. أول سؤال، لما يكون في بايلز ومعاها بارشال ريكتال برولابس، هل أحتاج إن أنا أعمل العملية للعيان على مرحلتين؟ ثانية ما بتفتحه. لا، ما هو ده بقى اوبشن جميل. انا عندي البايلز وعندي بارشال ريكتال برولابس، انا ممكن استخدم له بي بي اتش وخلاص، مرحلتين لي اعملهم في نفس السيتنج. بس لا، لو ساعتها حد اجيب ما له بي بي اتش بيستخدمش، بقى، لو حد او ما بيعرفش بعد استخدامه، حد ما بيستخدمش. اوقات ما بعد هو بارشال ريكتال الدباسة برولابس، برضه يا الدباسه دكتور، هتحل الاثنين في نفس الوقت. لو مكان ما فيهوش دباسة حضرتك، او حد مش متدرب على انه يشتغل بالدباسة. هيبقى ديلور ترانس انال ديلورم مثلا بسيطه على من جوه، عشان الميكوزا الريكتال برولابس ده، اصل تو ايه ستيج طيب. هيموريديكتومي، اصل الهيموريدال اكسجن دي هتنتهي بالستينوزيس في الاخر، لو معاها ميكوزا برولابس هتبقى مشكله. فهو ده البيست اوبشن ليه، ستابل وبس. ممكن بقى لو حضرتك عايزه تضيفي عليها، او يعني يتعمل سيرجيكال يعني زي ديلورم اوبريشن من جوه، اوكي طبعا ممكن ديلورم مكان الستابل. تمام. تمام هو بس حضرتك، بالنسبة للسؤال الثاني، طيب على الفيستولا ان اينو، اللي هي وهي فاتحة على الفيستولا ان اينو على الفيشر، هل لما اشيل الفيشر مع الفيستولا كده احسن، ولا حضرتك بتقول اعمل فيستولتومي حضرتك هو احسن؟ ده الاوبشن يعني، ده حضرتك ده حتى الحته اللي هي فيستولا انو مع فيشر يتعملوا. طبعا هي دي المكان اللي ممكن يتعمل فيها يعني اوبن بوستيرور، ده ممكن بقى ساعتها، لان خلاص كده العيان هيتعمل له فيستولا. الحاجه الثانيه لو هي حتى فيها ابسس والفيستولا باينه وفتحتها الداخليه باينه، تتعمل في نفس السيتنج، او ده يمكن الحته الوحيده اللي فيها ابسس ممكن اعمل معاها الفيستولا في نفس الوقت في نفس السيتنج، مش هفتح ابسس واستنى، اللي هي ابسس مع فيستولا. تمام تمام لحضرتك، شكرا. شكرا جزيلا.
هو ساعات يا دكتور وليد بعد الدباسة بيبقى فيه برضه اكساس سكن، فساعتها يعني حضرتك الحل الأفضل إن احنا نشيله في نفس الوقت ولا نستنى؟ هي بص حضرتك في كلام ان احنا ممكن اثناء العمليه نفسها بتاعت الاستابل ممكن لو في اكسس سكين فايبروتيك سكين، يعني سكين طبعا هي الميكوزا حضرتك هتقدري ترجعيها، هترجع كلها وتتشال لو هي ميكوزا فايبروتيك وموبايل، لكن لو هي سكين تاجز، السكين تاجز نشيلها حتى بدايسيرمي او باي وسيله وات سو ايفر، نشيل السكين تاجز دي عشان تبقى بدايه العيان سايكولوجيكال يعني. بس هي الدباسه لازم تكون الميكوزا كلها برولابس بترجع، يعني كلها بترجع مش فايبروتيك بره مش بترجع. وزي ما حضرتك قلت بفقد الميزة القوية جدا في الدباسة ان هي ايوه هي بينلس. مشكله بقى، لو عملت كده بقى انا هيبقى سببت له الم، بس يعني ده اوبشن يعني. تمام يا فندم. طيب دكتورة غادة اتفضلي يا فندم. السلام دكتورة عليكم دكتور وليد، ازاي حضرتك؟ اهلا بسيادتك يا فندم، اهلا بيك. انا دكتورة غادة استشاري جراحة عامة. بص يا فندم، هو في حالة جات لي كده في العيادة، هي حاجة و30 سنة، تمام، جاية ايوه بكمبليت ريكتال برولابس، اوكي. فينفع ابدا معاها انجكشن؟ هو الايثانولامين قليت انا مش لاقياه، وكم بس سنة؟ انا قريت بيبر ان يعني ممكن نعمل يعني انجكشن كل 3 اسابيع لمده 6 شهور، تمام، ولو ما حصلش ريسبونس نعمل لها اكسجن. فممكن وكم حضرتك سنة تقول العيان؟ هي وهو 35 كم سنة سنه البيجنت؟ فيميل بيشنت، بنت كبيرة 35 سنه. يعني. الانجكشن ده انا بشوف ان هو ممكن يعني يجيب حاجة في السن الصغير، يعني في الاطفال او سن اصغر شوية، كبار مع الستريننج اعتقد صعب يعني. حضرتك ممكن يتعمل لها حاجة برينيال مثلا، برينيال ريبير او حاجة، لو مش عايزة تعملي حاجة ميجور ابدومينال يعني. هتعمل لان ديلورم يعني؟ الانجكشنز انا بشوف ان هتعمل نتائجه ديلورم؟ قليلة في الديلورما. ديلورم اوبريشن يعني، تتحضر على ديلورم، ما ينفعش معاها ايوه انجكشن خالص. انا بصي الانجكشن ما بشوفلوش نتائج خالص في السن الكبير يعني، ممكن في الاطفال احيانا ممكن، لكن في السن الكبير خالص لا، بشوف ريكارنس تقريبا يعني نير 100%. يعني انا قريت البيبر دي، بس هي يعني بيبر بتقول ان النتائج برضو مش ذا بيست، يعني بتقول تقريبا 50% في الادلتس. ايوه ممكن لو بالظبط. جربنا 6 شهور معاهم ريجولار انجكشن، بس انا بصراحة ما رضيتش يعني اعمل انجكشن غير لما استشير حد يعني من الستاف وكده. لا انا بقول لحضرتك الانجكشن كمان مشاكله سيريس يعني، مشكله الانجكشن كمان لو بتحصل منه مشاكل بتبقى وحشه يعني، مشاكله بقى طب فيستولا بقى مع ممكن البلادر، تحكي فيستولا مع ليهم؟ الفاجينا، فمشاكل الانجكشن ساعات بتبقى يعني فيري انوينج اكتر من المشكله الاصليه. البوتوكس ملوش رول برضو في لا لا البرولات خالص، البوتوكس بيريلاكس الاسفنكتر، لا مش هيفيدنا خالص. يعني، ملوش اي رول يعني، مفيش لا اي لا خالص. حل غير هي الاوبريتيف. طيب ترانس هي انال ديلورم، هي تعملها ترانس انال ديلورم اوبشن كويس جدا. تمام، ماشي، شكرا يا شكرا يا دكتور. فندم، شكرا يا دكتورة غادة. تأمري يا فندم. دكتور صلاح أبو خليل بيقول is it effective to do pudendal block، إن إحنا نعمل يعني anal surgery pudendal block؟ حضرتك جربت حاجة زي كده؟ والله لو الانستيزيا يقدر يعملها ويلكم طبعا ممكن، بس الانستيزيا يقدر يعملها ممكن يعني، انا ما اشتغلتش كده يعني، انا ما بشتغلش كده، بندي سادل يعني، اشتغلنا سادل انستيزيا بس، لكن بودندل لا يعني ما اشتغلتش بيها. تمام. طب حضرتك في الفيشر بتعمل لاترال سفنكتوراتومي، بتعمل يس. فيشاركتومي ولا لا؟ لا مش في شركته، مش هي السكين تاج بس، نشيل السكين الفيشر تاج. نفسه جاست كوي عليه كده او كحته صغيره بس عشان الريفرش، لكن في شركتومي لا، السكين تاج بشيلها مش عشان ميديكال كوزز، عشان سايكولوجيكال كوزز للبيشنت يعني. تمام يا فندم. ممكن اسال سؤال بس يا دكتور؟ اتفضل. اتفضلي يا فندم. فبص يا فندم، هو في الليزر حضرتك بتستخدم القسطره البير ال 800 ولا ال 1000 في الفيشر؟ البر 800 800، لكن ال 1000 حضرتك بتستخدمها في قليل خالص، انا ما بستخدمهاش تقريبا ليه في البار فايبرز يعني. البير لا البار فايبرز بستخدم ال 800 موستلي يعني، في كل شغلي 800. فيشر موبايلز. كله طيب فيشر وبايلز. تمام. طب هو الروبوت ليه رول يا فندم في الريكتال برولابس؟ الروبوت من يعني من الحاجات الكويسه جدا لو افيلابل يعني، ان احنا نعمل بيه اي حاجه بلفيك سيرجري، هو في البلفيك سيرجري اكسلنت، لان احنا عندنا ازمه في اللابروسكوب يعني، في اللابروسكوب يعني بتبقى اصعب ان حضرتك تشتغلي في البلفس، بيبقى اصعب شويه، بس طبعا احنا اوريدي دلوقتي ما فيش مشكله يعني في اللابروسكوب، هي المشكله ان الجراح بيتعب شويه وايده بتتعب، بس هم بالنسبه لهم ده مشكله، طبعا عندنا ده مش مشكله يعني. لكن البلفس طبعا الروبوتك هيعمل البلفيك سيرجري اسهل، لان الارتكيوليشن بتاعته بتدي له فرصه انه يشتغل في البلفس اسهل مننا، احنا بنشتغل ستريت.
زوايا الكاميرا والحاجات دي بتبقى أسهل شوية. طب يا فندم استاذن حضرتك في رقم الواتس بتاع حضرتك عشان لو في حاجة اسأل حضرتك عليها. اتفضلي يا فندم. 0122. طب لحظة اجيب ورقة وقلم، لحظة خليك معايا يا فندم. طيب ماشي، هنبقى نبعت لحضرتك النمرة يا دكتورة. اوكي، ما هو عند حضرتك على الجروب، ما انا معانا على الجروب لو كده. طيب خلاص تمام. ايه شكرا يا فندم، شكرا يا دكتورة ماشي غادة. ماشي. لا شكرا. طيب أي حد عنده سؤال تاني؟ لو في حد يفتح المايك على طول علشان احنا الوقت يعني خلاص. انا دكتوره زهر، انا دكتور احمد عبد العزيز. دكتور أحمد أهلا بك. انا طبعا انا استنيت لما الناس خلصت اسئلتها وكل حاجه، فانا بس حابب اشكر الدكتور وليد الله على يخليك. المحاضره الجميله، وطبعا اشكر الدكتوره زهره والدكتور طاهر اللي هم الدينامو يعني بتوع المجموعه، وبيثبتوا كفاءتهم كل مره اكتر، ربنا واشكر يكرمك. الاودينس، واتمنى ان تبقى فايده مستديمه بقى طول السنه ان شاء الله. شكرا جزيلا. أشكر حضرتك لأنه أول محاضرة أونلاين كانت الدكتور أحمد عبد العزيز، وأول فكر الأونلاين كان دكتور أحمد عبد العزيز، وحضرتك يعني بترعانا لحد دلوقتي، إحنا بقالنا أكتر من 3 سنين أهو، فيعني الفضل كله في الأول وفي الآخر يرجع لحضرتك برضو في الآخر يعني. انا هقول اول محاضره ما كانتش في، انا ما بفهمش في الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي خالص. احنا كنا في وقت الكورونا ايوه وكنا بنقول محاضره يا اما لمصر للطيران يا اما لكفر الشيخ الدكتور احمد السعدي، وفوجئت ان الدكتور طاهر مسعود موجود، وبعدين ما اعرفش طبعا عرف ازاي ولا دخل، وهو بقى اللي اقترح الاقتراح ده الحقيقه الدكتور طاهر. قال لي يعني ما نعمل مجموعه ونعلن للناس وحاجات زي كده، قلت له ما فيش مانع يعمله بقى لان انا مش بفهم في الحاجات، فهو الفضل يرجع له الحقيقه برضو يعني عشان نقول الحق يعني. ربنا يبارك مثل الفضل فيك. لسعادتك والله، ودعمك دايم للمجموعه، وفتحت لنا باب ان كل الناس بتقلد حضرتك في الخير، فدي حاجه كويسه جدا، ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. شكرا جزيلا لكم. وشكرا جزيلا لحضرتك دكتور احمد، دكتور علا، مع حضرتك بدايه الفكره بتاعت الكولوريكتال جروب على الواتس خلتنا ننشرها على كل الجروبات ونعمل جروب على التليجرام، فالناس فعلا خدت الاكتيفيتيز دي، وان شاء الله نتمنى ان هي تتوسع اكتر باذن الله. إن شاء الله إن شاء الله دكتور علا. ألف شكر دكتور أحمد، وإحنا لا ننسى إن إحنا أول مجموعة بصورة سيادتك لسه على المجموعة وبنعتز بيها، وأنت اللي حببتنا في هذا السيرشن. الله الله يخليك يا فايز، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. دكتور وليد، وشكرا دكتور أحمد، شكرا دكتور محمد فريد، شكرا للدكتور طاهر، وشكرا لحضراتكم جميعا، ونلتقي على خير إن شاء الله بإذن الله. في السلام الاخر بس عليكم. احب اشكركم جميعا والله على الانصات، ومتشكر لحضرتك جدا يعني، ولكم جميعا ودكتور طاهر ولكم جميعا. شكرا يا فندم، شكرا شكرا لحضرتك، يا مع الف سلامه. شكرا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.